السلام عليكم، كيف حالكم جميعا؟ اليوم راح نكمل اللي هو ما تكلمنا فيه امبارح، واللي هو مراجعة المد. امبارح خلصنا أول 6 لكتشرات، ضايل اليوم آخر 7. طبعا يا كمية كبيرة، ولكن العضلات مترابطة مواضيع إن شاء الله ما بتكون صعبة، وبالعكس يعني بنلم الأفكار كاملة إن شاء الله، وبضل لنا الجوينتس آخر شيء بنسويه بآخر الفيديو. نيجي نتكلم عن المسلز. المسلز بشكل عام إحنا بنعرف إنه يتم تصنيفه حسب الكونتراكشن تبعها. في عنا 3 أنواع مسلز: سكيلتال، سموث، كاردياك. التصنيفات تبعهم هي سهلة وبسيطة، ما بدها شيء أصلا، بيسكس هذولا. عندنا كمان السكيلتال، أهم شيء إنه مغذية من السوماتيك نيرفز اللي هي الأعصاب الإرادية، وعندنا الحركة تبعتها رابد سريعة. اما نيجي للسموث، السموث بتكون بالاعضاء الغير غير اراديه، زي مين؟ زي الكليه، جي اي تي، وات ايفر، هدول الشغلات كلهم ما بتكون استريتد، اهم شيء. والاوتونوميك نيرفز بتكون مغذيها وبتكون سلو الكونتراكشن تبعها. الكاردياك من المايوكاردياك، مايوكارديوم اوف ذا هارت اللي هي عضله القلب، استريتد زيها زي السكيلتال. اوتونوميك نيرفز بس هاي عندها ايش ريذم معين. طيب هلا السكيلتال ماسلز عندنا دائما بالعاده بيكون عندنا اوريجن وانسيرشن. الاوريجن بيكون غالبا بروكسيمال، اوكي، واكثر شيء ثابت، تمام. والانسيرشن بيكون ايش؟ يوجوالي ديستال، ابعد، واكثر شيء موتايل، بتحرك. طبعا احنا بالعاده بنحرك الايش؟ الاوريجن، بنحرك الانسيرشن باتجاه الاوريجن لانه الاوريجن ثابت وهيك. فالمهم طبعا راح نخالف هالقاعده كمان شوي بعضلات الرقبه، بس خلينا نكمل على هالقاعده. هلا احنا هلا طريقه ارتباط العضلات الاتاتشمنت اوف مسلز، في عندنا فليشي بونز يعني بتشبك بالعظم مباشره، زي مين؟ زي البوبليتيس مسل اللي هي ركبه، زي ما احنا شايفين هون تحت الركبه في عندنا عضله اسمها البوبليتيس. البوبليتيس بتشبك مباشره بالتيبيا. طيب عندنا التندون، بتشبك بتندون عن طريق تندون طويل يعني، بيكون اللي هو لونج فايبرز كورد، تمام. زي مين؟ زي التندوكالكينيس او الايش؟ التندون اوف اكيليس، اللي هو شابك الكالكينس بمين؟ بعضلات الجاسترونيميس وهي الشغلات، كمان شوي راح نحكي عنهم في لكتشر 11. وعندنا كمان البايسبس. طيب عندنا بايرافي. بايرافي شو يعني؟ رافي اللي هي فايبرس، ايش؟ فايبرس تيشو، بيجمع عضلتين من طرفين مختلفين، ماشي. زي مين؟ زي الفرنجيال ماسلز، عضلات ايش؟ الفارنكس، اللي هم العضلات البلعوم، رح نحكي عنهم كمان شوي. والمايلوهايويد ماسل اللي هي في عضلات النك من السوبر هايويد ماسلز. عندنا باي ابينيروسز، ابينيروسز اللي هي فلات فايبرس شيت، ماشي، فلات فايبرس شيت. ان كمان الايش؟ باي ابنيروسيس اللي زي ايش؟ زي مين؟ زي الاكسترنال اوبليك ابدومينال ماسل، اكسترنال يعني خارجيه، اوبليك مائله، ابدومينال ماسلز العضله في الابدومين، اوكي، تمام. نيجي ل الاتاتش تو ذا سكن. اكيد اتاتش تو ذا سكن راح يكون ايش؟ سوبرفيشال. يوم ما تكون عضله سوبرفيشال راح تكون اكيد فاشيال، اوكي، لانه بالسوبرفيشال فاشيا. طيب attached to the intermediate tendon اللي هو ال intermediate tendon، يعني tendon له بطنين، اوكي، له ناحيتين، two fleshy bellies. زي مين؟ زي الترجويد، ماشي، زي الترجويد او الدايجاستريك، ماشي، مش الترجويد سوري، اللي هي الدايجاستريك. الدايجاستريك بيجي لها posterior part و anterior part، اوكي. طيب عندنا هلا الشيب اوف ذا ماسلز. الشيب اوف ذا ماسلز في عندنا 5 اشكال، صح. اول شكل اللي هو البارلل، عنده 4 انواع جواته، والاوبليك فيته نوعين. طيب ماشي، هلا خلينا نحكي اول شيء البارلل. البارلل شو يعني؟ متوازيه الفايبرز فيها، الفايبرز بتكون متوازيه. اول نوع الكوادري لاترال. كوادري لاترال شو يعني؟ الها اطراف 4، يعني ايش؟ رباعيه الاضلاع بتكون العضله، ولكن كل اتجاهات العضله، الاتجاه الفايبرز فيها بتكون نفس الاتجاه، تكون بارلل، متوازيه. زي مين؟ كوادريتس لامبورم، اوكي، كوادريتس لامبورم تيجي من منطقه اللمبر ريجن، من عضلات مين؟ من عضلات الترنك، راح نحكي عنها. عندنا كمان الايش؟ كوادريتس فيموريس اللي هي من السكس لاترال روتيتورز، من عضلات مين؟ اللور ليمب، وراح نحكي عنها.
ان الفيوزيفورم اللي هي بتيجي شكلها ايش؟ مغزلية، زي وين؟ زي عضلة البايسبس براكياي، يعني ايش؟ بتكون تغزل حوالين حالها، حوالين نفس المحور، ماشي؟ بيجي لستراب لايك، شكلها زي الحزام. مين هي اطول عضلة في الجسم؟ مين اطول عضلة في الجسم؟ اللي هي السارتوريوس. السارتوريوس، واللي بتذكر البوزيشن تبعها شو هو؟ الجنتل فليكشن، جنتل ايش؟ الادكشن للني، زي مين؟ التايلر بوزيشن، اللي هو قعده الايش؟ الخياط. انا ستراب لايك with tendinous intersections. tendinous intersections يعني تقطيعات، مالها تقطيعات بالتندونز، يعني بيجي ايش؟ ستراب لايك يعني مخططة، ماشي، بس بيجي فيها خطوط عرضية من ايش؟ من التندونز، زي مين؟ زي ريكتس ابدومينس. طيب نيجي للنوع الثاني، واللي هو الاوبليك ماسلز. الاوبليك، اوبليك معناها كلمة ايش؟ منحرف او مائل. اوكي، الاوبليك ماسلز في عندنا نوعين، البنيت فايبرز والتراي انجلر، ماشي، بنيت وتراي انجلر، بنيت وتراي انجلر. هلا البنيت في عندنا يوني بنيت، باي بنيت، سيركم بنيت، ومالتي بنيت. طيب هلا اليوني بنيت، احفظ الامثله، حفظ بصم بصم بصم، لانه اذا مثلا اجاك بالامتحان والله ايش نوع المسل هاي، او شو تصنيفها، او شو شكلها، بدك تكون فاهم المسل ليش هيك اسمها، وليش هيك اصلا شكلها، ماشي، بصم. طيب اول اشي مين عندنا؟ اللي هو اليوني بنيت. الفايبرز بيمشوا باتجاه واحد حوالين مين؟ حوالين تندون. بيمشوا باتجاه واحد حوالين تندون، زي شو؟ نعمل هيك، يعني عندنا هي ايش؟ هي التندون، ماشي، وكلياتهم مثلا ماشيين هيك، هدول الفايبرز، هي اسمها يوني بنيت. طيب هلا يوني بنيت، صح؟ طيب نيجي لايش العضله تبعتها، زي مين؟ فليكسور بوليسس لونجس. هلا ليش كيف بدك تتذكر هاي؟ هلا معلومه سريعه عشان تربطوها بمين؟ بالليكتشر اللي قدام. فليكسور بوليسس لونجس اللي هي الديب من ايش؟ السوبرفيشال، سوري، كيف صدت هاي؟ الديب ماسل من الفور ارم، من ناحيه الايش؟ الانتيريور، يعني anterior compartment of the forearm، تيجي هاي deep muscle فيها الفليكسور بوليسس لونجس. اوكي، وعندنا البالمر ايش؟ انتر اوساي. انتر اوساي يعني بين العظم، هذول انتر اوساي، بين العظم على ناحية واحدة، مغزلية على ناحية واحدة. طيب اساس تربطوها في الهاي، في الموضوع تبعنا اللي هو ايش؟ يونيبنيت، نص ريشة، هاف ا فيذر. نيجي للبايبنيت. بايبنيت يعني ايش؟ من الناحيتين ريشة كاملة. طيب نيجي نكمل على هاي الرسمة، وين الانك؟ هيو، التندون اللي هو الاحمر، والفايبرز اللي هم هدول بالخط الاسود، بيمشوا مع بعض زي الريشه باتجاه واحد. That's it. زي مين؟ زي الدورسال انتر اوساي. ركزوا، البالمر انتر اوساي شو بتكون؟ من ناحيه ايش؟ كف الايد. ناحيه كف الايد بيكون عندنا بالمر انتر اوساي، يعني بينهم. لكن من الناحيه الظهريه تبعت الاصابع في عندنا ايش اسمه؟ دورسال انتر اوساي. وعندنا ريكتس فيمورس. ريكتس فيمورس اللي هي مين؟ العضلة الكبيرة تبعت مين؟ تبعت الفخذ. ريكتس فيمورس. هلا في عندنا شيء اسمه العضلة اللي اسمها كوادريتس فيمورس، صح؟ مش بتحتوي على أربع رؤوس. مين أطول رأس فيهم؟ اللي هو ريكتس فيمورس. وريكتس فيمورس هي بتيجي باي بنيت. طيب نيجي للمالتي بنيت. المالتي بنيت زي مين؟ مباشرة دلتويد. تذكر دلتويد، دلتويد مين الدلتويد؟ اللي هي عضلة الكتف، عضلة الكتف أكثر وحدة prominent، أكثر وحدة بارزة من ال six muscles of the six muscles of the shoulder، تمام؟ طبعا أكثر من بنيت مع بعض زي إيش؟ أكثر من ريشة جنب بعض، بكل بساطة. مالتي بنيت يعني أكثر من ريشة جنب بعض. سيركم بنيت زي مين؟ تيجي ملفوفة على الداير، ماشي، اللي هي ايش؟ converge on the tendon to an attached circumference، اللي هي حول جاي ايش؟ داير ما يدور حوالين ايش؟ العضله، اللي هي زي مين؟ زي tibialis anterior. طيب triangular بكل بساطه، triangular temporal، تي مع تي، تي triangular، تي temporal، تمام؟ temporalis. تيمبوراليس تيجي وين؟ بالتيمبورال فصة. طيب نيجي للثلاث انواع تانية، سبيراليز زي مين؟ مباشرة، مثالين، بيكتورال سبيجر،
وترابيزيوس، شكلهم زي مين؟ زي الحلزون، يعني حلزونيات، يعني بصير لهم انكماش حولين مغزلهم مع بعض، بتسكر على بعض، يعني بنسميه ايش؟ سبيرالايت، سبيرالايزد بيكمز سبايرال، ماشي؟ حلزونية بتصير زي مين؟ بكتوراليس ميجر وترابيزيوس. عندنا ايش؟ عندنا الكروشيت فايبرز، شو بسجل؟ عندنا الكروشيت فايبرز، خليني افرجيكم العضلات على السريع كمان، مش غلط. طيب هاي البكتوراليس ميجر، طلعوا كيف بيغزل حوالين نفس المحور. عندنا هاي الدلتويد، الدلتويد تيجي حوالين هاي، طلع اصلا مقسم يعني اكثر من جزء، اذا بتشوفوا التخطيطات هاي عباره عن ايش؟ مالتي بنيت. وهي عندنا الايش؟ الترابيزيوس، الترابيزيوس عندنا هاي كامل العضله هاي، طلعوا كيف الفايبرز تمشي ايش؟ على شكل سبايرال هيك، يوم ما تسكر على بعض تعملنا ايش؟ زي الحلزون. طيب البايسبس عبارة عن ايش حكينا؟ فيوزيفورم، مغزلية بتغزل مع بعض بنفس الشكل. البالمر، بالمر حكينا مالها، هاي ايش اسمها؟ هدول اللامبريكل، هدول هم البالمر، هدول البالمر، طلع كيف؟ ناحية واحدة يونيبينيت. طيب نيجي الدورسال، هنا الدورسال هيو، هاي الناحية الانتر اوسيوس سكند دورسال، اوكي بتيجي ايش؟ دبل. طيب نيجي للفلكسور بوليسس لونجس، واللي هي وين؟ هاي هاي الفلكسور كاربراديالس، هاي بتيجي هون وديب، هاي هي الفلكسور بوليسس لونجس، بس اقدر اعملكم اوكي تراكيب. هاي شو؟ هاي يوني بنيت، يوني بنيت، هاي التندون حواليها جايه ايش؟ ناحيه واحده، وهكذا. اوكي تندينيوس انترسكشن زي هيك، وعندنا ريكتس ابدومينس اللي هي المثال تبعنا. عندنا خلينا نشيل هاي، هايد هاي الانترنال نشيلها، سوري نرجعهم. اوكي هاي الاكسترنال، هاي اكسترنال ابدومينال اوبليك، اوكي اكسترنال ابدومينال اوبليك مسل ساس انه تعال ابراسكو. عندنا كمان الستراب لايك زي مين؟ زي اللي هي السارتوريوس، طلعوا كيف اطول عضله بالجسم. عندنا ريكتس ابدومينس، الريكتس فيمورس سوري، هي بتيجي ايش؟ باي بنيت. وبنيجي للتيمبوراليس اللي هي هون، طلع كيف تراي انجلر، هي تراي انجلر، هون ثلاث انجلز فيها. طيب هيك خلصناهم. هون نيجي للكروشيت فايبرز، الكروشيت فايبرز زي مين؟ runs in different planes زي مين؟ ستيرنوكليدوماستويد، يعني تيجي عكس الحركة تبعيتها. يعني هلا خلينا نشيل هاي، مش ايزوليت هايد. طيب طلع ستيرنوكليدوماستويد لها راسين اصلا، هاي هي طبعا runs in two different directions، واحد رايح على sternum واحد رايح على الكلافيكل. نيجي للجزء الاخير واللي هم ايش؟ السيركيولر زي مين؟ زي الاوربيكيلاريس اورس والايش؟ اوربيكولاريس اللي هي هون تبعت الفم، اوكي سوري، هاي الاوربيكولاريس اوريس وهي عندنا اوربيكولاريس اوكيلاي. اوكي هلا الكوردينيشن طبعا بكل بساطه، عندنا عضله بتتحرك لقدام ماشي زي مين؟ زي البايسبس. خلينا نحكي انه البايسبس عم تعمل ايش؟ فليكشن بالالبو، تمام؟ مين اللي راح يعمل اكستنشن؟ بكل بساطة الترايسبس. فهي ايش اسمها؟ اجونست مسل، وهي راح تكون ايش؟ انتي اجونست، يعني ايش؟ عكسها، وحدة وعكسها راح تكون، تمام. هلا خلصنا هاي الليكتشر، نيجي الليكتشر اللي بعديها اللي هي ايش؟ المسلز اوف ذا سكالب. مسلز اوف ذا سكالب بكل بساطة راح تكون شوية طويلة. طيب فويت منت، طيب هلا نيجي للايش؟ المسلز اوف ذا سكالب، يعني عضلات الايش؟ الراس من فوق. هلا السكالب عندها عضله واحده ماشي، اللي هي اسمها اوكسيبيتو فرونتاليس مسل، عضله واحده. انسكشن تبعها جاي بشو؟ الانسكشن جاي بشيء اسمه الابونيروسس، حكينا الابونيروسس اللي هي فلات شيت اوف فايبرز، صح؟ طيب سوري
هلا فرونت اوف فرونت تو بليز، فيها تو بليز اوكسيبت فرونتال تيجي تو بليز فرونتال وتو اوكسيبتال بليز تيجي بالاوكسيبتال ماشي. انسيتد ان في كرانيال، ابي معناها فوق، كرانيال جمجمه يعني فوق الجمجمه اوكي. ف ابيكرانيال ابنروسز، ابيكرانيال ابنروسز هاي الانسكشن تبعها. طيب هلا نيجي لكل جزء فيها. الابيكرانيال ابنروسز هي عباره عن فلات شيت اوف فايبرز بتكون وين؟ بالسكال كاب ماشي. السكال كاب اللي هي الجمجمه من فوق، وان بتاخذ بتاخذ ريسيفز دي انسيرشن، يعني هي عباره عن تاخذ الانسيرشن من الفرونتال والاوكسيبيتال بليس زي ما انتم شايفين هون تراكيب. هاي هي ايش الفلات شيت ابنروسز زي ما انتم شايفين، بتاخذ ايش الانسيرشن تبع مين؟ بتاخذ الانسيرشن تبع اللي هو العضلتين التو بليز انتيريور وتو بليز بوستيريور تمام. هلا زي ما انتم شايفين عندنا تو فرونتال بيليز اللي هم هاي وهاي، هدول بياخذوا اوريجن من وين؟ بياخذوا اوريجن من عند الالبو، من الاي براو ماشي، بياخذوا من عند الاي براو اللي هو الحاجب تمام. بعدين انسيرتد بالايبي كرانيال فوسل بالايبي كرانيال ابنروسز عند الهاي. طيب وعندنا التو بوستيريور بيليز من الاوكسيبيتال بون، هدول اصلا الاوريجن تبعهم من اللي هي الاوكسيبيتال بون زي ما انتم شايفين هون، والانسكشن تبعهم بهاي. طيب شو وظيفه هاي العضله؟ تعمل ايش؟ بولز ذا سكال باكوردز، بولز ذا سكال باكوردز. شوف اذا في الحركه، ما الحركه بولز ذا سكال باكوردز، يعني يوم ما تيجي مثلا انه تصفن بشيء وهيك تستغرب، يوم ما تندهش ماشي، giving the expression of fear or surprise، الخوف او الدهشه، تسحب اللي هي العضلة هاي باتجاه البوستيريورلي لورا، بتسحبها تعملنا ايش؟ ترانسفيرس رينكلز ماشي. شو رينكلز؟ اللي هي التجعيدات ماشي، بتعملنا تجعيدات اللي هو بتعملنا ايش؟ causing the transverse wrinkles of the forehead. طيب نيجي للمسلز اوف ذا فيس، المسلز اوف ذا فيس تعطينا ايش؟ facial expressions ماشي، مباشرة facial expressions. كل التغذية تبعتهم من وين؟ من الفيشل نيرف مباشرة. طيب ان كل المسلز arises from the bone of the skull ماشي، عظام الجمجمة، or subcutaneous tissue. subcutaneous tissue اللي هو نسيج ما تحت تحت الجلد. are inserted in the skin. الانسكشن تبعهم بالسكن. ان الاكشن تبعتهم، الاكشن تعطينا من اسمها facial muscles إذن facial expressions ماشي. النيرف سبلاي كلهم facial nerve، السايد كلياتهم بالسوبر facial fascia، and ايش they are subcutaneous لأنه ما في deep fascia في الجمجمة. طيب ان they serve two main functions اللي هم sphincters or dilators or to the orifices. طيب شو شريحة هاي؟ هلا sphincter شو معناها؟ زي مقبض اوكي، او انه صمام بيفتح وبيسكر اوكي. يوم ما يفتح الصمام ويسكر بيحمي مين؟ الفتح اللي هي الاورفيسيز بالفيس. الاورفيسيز معناها فتح، زي مين؟ زي الاوربت اللي هي العين اوكي. الاوربت مين بيحمي؟ اللي هي الايلدز الجفون، النوز النوسترلز هي فتحات الانف، والماوث اللي هي اللبس، وبتعطينا الفيشل اكسبريشنز سبيكينج اند ماستيكيشن. سبيكينج اللي هي حكي، ماستيكيشن المضغ. طيب عندنا الاول جروب اللي هو ايش؟ الاوربيتال ماسلز. اوربيتال ماسلز اللي هي بتغطي الاوربت، الاوربت هو فتحه العين، زي مين؟ الاوربيكولاريس اوكيولاي. الاوربيكولاريس اوكيولاي بتنقسم لجزئين طبعا يعني. هلا عندنا الاكسترنال بارت، هذا شو بنسميه؟ هذا بنسميه البالبيبرال بارت ماشي، الاوربيتال بارت سوري، وهذا الجوه بنسميه ايش؟ بالبيبرال بارت، الداخلي البالبيبرال والخارجي الاوربت. طيب هلا عندنا اول شيء البالبيبرال بارت بيعمل شو؟ اللي هو فيرم كلوجر، سوفت كلوجر اوف ذا ايليدز، يعني بسكر العين زي يوم ما ترمش، زي ما تنام ترمش هيك بسرعة، بس بكل بساطة اللي هي التسكير الخفيف للعين بالبيبرال من اسمها، ناعم الاسم. طيب
ان الجزء الاوربت، الاوربت كبيره دفشه. ليش دفشه؟ لانه بتسكر بتعمل لنا فيرم كلوجر اوف ذا اي، فيرم كلوجر اوف ذا اي، يوم ما مثلا يدخل في عينك غبره مش بتشد عينك كثير، ذاتس ات. واخر شيء عندنا اللاكريمال، هاي هي اللاكريمال بارت اوف ذا اوربيكيولار سيركيلاي، وهو عباره عن العضله المسؤوله، خلينا نعمل لكم ايزوليشن لها، طلع كيف؟ هي بس المسؤوله عن ايش؟ ال دايليشن، ماشي، دايليشن لللاكريمال ساك اللي هي بتفضي للي هي القناه الدمعيه. القناه الدمعيه وين موجوده؟ القناه الدمعيه بتكون هون ورا العين مباشره. خلينا نعمل هاي لهاي، هاي هي القناه الدمعيه، ماشي، اللاكريمال جلاند بتفضي. طبعا في دكت توصلنا لغايه هاي المنطقه اللي هون، يوم ما توصل لها الها بكل بساطه شو راح يصير؟ هسه راح يعملها دايليشن فراح تفرز. طيب تعمل درينج للتيرز، بتفضي الدموع. هيك خلصناهم. طبعا هم المفروض تكون لاكريمال بس مش مكتوبة. anyways هلا نيجي للأورال جروب، الجزء الفموي. طيب في جزئين، واحد للتشيكس واحد للإيش؟ لللبس. الباكسينيتور، باكسينيتور اللي هي هاي، هاي هي المسيتر، خلينا نشيل المسيتر هايد، وهي هي الباكسينيتور. طلع كيف؟ شو بتعمل الباكسينيتور؟ بكل بساطة هي عبارة عن العضلة اللي فاتحة سوري، هي العضلة تبعت الخدود، ماشي، عضلة الخدود من ايش؟ الباكسينيا. اوكي، هلا الاورجن تبعها من وين؟ الاورجن من المكزيلا، هي عظمة المكزيلا بون، اوكي، ومن الماندبل، جزء من الماندبل وجزء من المكزيلا بون. طبعا شو وظيفتها؟ الانسيكشن تبعها وين جاي؟ باللبس. الانسيكشن باللبس زي ما شايفين مكمل مع اللبس. عندنا شو وظيفتها؟ بريفنشن للاكيوميليشن اوف فود، تراكم الاكل داخل الماوث او الفيستيبيول تبع الماوث. هلا شو الفيستيبيول؟ هو الفراغ بين الخد والاسنان. يعني هلا نشيل هاي الجزء اللي هون، اعمل فيت، شايفين الاسنان هون، هاي الطواحين، في عندنا فراغ صغير هون، هذا بنسميه الفيستيبيول. الفيستيبيول هو عباره عن فراغ بين الاسنان وبين هاي العضله اللي هي ايش؟ الباكسينيتور. فهي بتمنع تراكم الاكل هون، بتضلها تتحرك على اساس انه يطلع الاكل ويرجع لورا. By pressing the cheeks against the teeth. طيب بتساعدنا بالتصفير. Whistling زي، فعشان هيك سميناها ايش؟ باكسينيا. باكسينيا شو يعني؟ باكسينيا من الترومبت، اوكي، باكسينيا من الترومبت. الترومبت هي ايش؟ الاله النفخ النحاسيه الكبيره. طيب وكمان ايش؟ تنفخ هواء. يوم تيجي تنفخ هواء، تحوش هواء بتمك هيك، تعمل وتصفط هواء، وين بتخزن؟ بتنفخ، بتعبى في التب، صح؟ يوم بدك تيجي تنفخ مين بيعطي قوه ايش؟ الدفع تبعت تفريغ الهواء اللي هي ايش؟ الباكسينيتور. طيب والساكلينج اللي هي رضاعه بالاطفال، بالبيبيز. هلا الاوربيكولاريس اوريس هي عباره عن العضله تبعت الشفاه، ماشي، الاوريس بتغطي مين؟ بتشتغل كسفنكتر لللبس، ماشي، وبتساعد في التصفير والحكي. يعني مثلا جرب احكي ام اب، مين اللي بيشتغل؟ اللي هي ايش؟ الاوربيكولاريس اوريس اللي هي الشفايف. طيب طبعا سيركيولر ماسل، وعندنا مكونه من اربع اجزاء اللي هي ابر رايت و lower right, upper left و lower left. اوكي. نيجي لل muscles of mastification اللي هم عضلات المضغ، ماشي؟ عضلات المضغ. أربع عضلات بكل بساطة arises from the skull. وين بيكونوا؟ من ايش؟ من ال skull بيطلعوا. طبعا كلهم ال insertion تبعهم، الاشتراك تبعهم وين؟ في ال insertion اللي هو بالماندبل. insertion بالماندبل. طب كيف أصلا بدها تكون مش بالماندبل انسكشن تبعها وهي ماستيكيشن؟ اوكي، هلا اللي هم عندنا التمبوراليس، وعندنا الماسيتر، وعندنا اللاترال والميديال تيراجويد. طبعا اللاترال والميديال تيراجويد وين وين الاوريجن تبعهم؟ من اللاترال تيراجويد والميديال تيراجويد البروسيسز. اوكي، لا تنسوا هالشغله، they all are supplied from the mandibular nerve.
كلياتهم من ماندي بيلوغ نيرف مغذيات. هلا all act on the TMJ اللي هو ايش؟ تمبورا مانديبيلر جوينت. طيب ان الاكشنز تبعتهم بكل بساطه كلياتهم بيعملوا اليفيشن للماندبل ما عدا اللاترال تيريجويد، هي اللي بتعمل ديبريشن للماندبل يعني تفتحه لتحت. وعندنا كلياتهم بيعملوا بروتروج، يعني ايش بروتروجن؟ بيقدموا الفك لقدام باستثناء مين؟ التمبوراليس بترجعه لورا. طلع كيف؟ التمبوراليس بترجعه لورا. ان اللاترال والميديال تريجويد، هلا هاي ايش؟ عباره عن اللاترال تريجويد، هاي عندنا الانفيريور هيد تبع اللاترال تريجويد. خلينا نشيل هاي، هاي هي ايش؟ الميديال تريجويد، وهاي عندنا اللاترال تريجويد. اوكي طيب هيك خلصنا الليكتشر هاي تقريبا. ضايلنا الايش؟ اكسترا اوكيولار مسل. اكسترا يعني خارج، اوكيولار عين، فخارج العين يعني عضلات خارج العين. هم عبارة عن 7 اكسترا اوكيولار muscles اللي هم مين؟ 4 ريكتس، 2 اوبليك، وواحدة ايش اسمها؟ اللي هي ال بي اس، اللي هي ليفيتور بالبيبري سوبريوريس. anyways هلا كلياتهم لاي اوتسايد ذا اي بول، كلياتهم خارج العين. عندنا طبعا they are responsible for the movement of the eyeball، مسؤولات عن ايش؟ عن حركة العين الخارجية. اوكي طيب عندنا اخر اشي في هدول، راح نحكي عن الفور ريكتس، 2 اوبليك والبي اس. هلا الريكتس هدول طبعا عضلات العين، خليني افرجيكم اياهم هون. اكسترا اوكيولار ايزوليشن. طيب طلع علي هون، هلا هاي ايش اسمها؟ هاي سوبيريور ريكتس. هاي ايش اسمها؟ هاي السوبيريور اوبليك. طيب هاي اسمها ميديال ريكتس، وهاي اسمها لاترال ريكتس، وهاي انفيريور ريكتس، وهاي عندنا ايش اسمها؟ انفيريور اوبليك. هاي عندنا خلصناهم كلهم. طيب هلا في عضله واحده ضلت اللي هي اللي جوا، هاي اللي جوا، هاي ايش اسمها؟ هاي اللي اسمها ال بي اس، ليفيتور بالبيبري. ليفيتور بالبيبري هلا شو بتسوي؟ بترفع الجفن العين، بكل بساطه بترفع جفن العين. ليفيتور رافعه، بالبيبري جفن العين سوبريوريس من فوق. اوكي هلا all seven muscles، all seven muscles are supplied by the oculomotor اللي هو ايش؟ العصب البصري رقم 3، ماشي، اللي هو CN3، ماشي. ان باستثناء عضلتين اللي هم ايش؟ اللاترال ريكتس ال ار 6، ماشي، لاترال ريكتس باي دي 6 ابديوسنت نيرف، ماشي. السوبيريور اوبليك اللي هو اس او 4 اللي هو ايش؟ اتوقع الكبريت الكيمياء، اللي هو السلفيت او ايش زي هيك، مش ذاكر. عندنا اللي هو ايش؟ التروكلير نيرف، التروكلير نيرف. طيب ال اس او 4 اللي هو فوق تكين النيرف. هيك خلصنا الليكتشر هاي. طيب نيجي للليكتشر 9. ليكتشر 9 بدها تركيز كثير كثير كويس. اوكي اللي هو اول شيء ان الستيرنو اكليدو ماستويد. ستيرنو اكليدو ماستويد اول عضله في العضلات الرقبه، صح؟ الستيرنو اكليدو ماستويد هي من العضلات اللي راح نحكي عنها فعليا كثير لقدام بشغلتين بالليكتشرات اللي قدام. اوكي اول شيء ستيرنو كليدو ماستويد لها من اسمها، ستيرنو من ستيرنو، وكليدو من الكلافيكل، والماستويد اللي هي الانسكشن تبعها. طيب هلا عندنا اول شيء ستيرنال هيد، انا بفرجيكم اياه هون احسن. اوكي ان هذا هو الايش؟ الاسترنال هيد بيجي بالاسترنم او المانيبريوم استرناي، سابك بالمانيبريوم استرناي. عندنا هنا سابك بايش؟ بالفيرست ثيرد اوف الميديال بارت اوف ذا كلافيكال، ماشي، بالثلث الميديال من الكلافيكال. طيب الانسيرشن تبعها وين؟ الانسيرشن بالماستويد بروسيس اوف ذا تمبرال بون، بالماستويد بروسيس اوف ذا تمبرال بون. تمام مغذي من اي نيرف؟ مغذي من السي ان 11. مين هو سي ان 11؟ اللي هو سباينال اكسسوري، الاس اي سباينال اكسسوري. طيب
الاكشن تبعتها شو بتعمل؟ الاكشن تبعتها بكل بساطه، لف الراس. انا الحين خلينا احط لكم موشن. في عندنا افليكشن، لاترال افليكشن لمين؟ للهيد. لاترال افليكشن للهيد، اوكي. في عندنا الايش، السباين فليكشن. اهم شيء عندنا حركتين، هم السباين فليكشن انه نعمل السيرفايكال فليكشن اللي هو نعمل زاويه عند الرقبه، فشو بيعملنا اللي هو سباينال فليكشن. خليه تعمل لود. والحركه الثانيه اللي هي اكتنج اون المسل، تعمل يعني مثلا حرك راسك لاترال روتيشن، لاترال روتيشن ماشي. مين اللي راح يشتغل؟ مثلا حركنا ايش، لاترال روتيشن لليمين، اوكي، موف تو وان سايد اللي هو اليمين. مين اللي راح تشتغل؟ الليفت ستيرنوكليدوماستويد، الليفت ستيرنوكليدوماستويد اللي هي اللي راح تشتغل. طيب طبعا تقسم لنا الجزء تبع السيرفايكل اللي هو الرقبه، راح تقسم لنا اياه لجزئين، تو بارز، اللي هو انتيريور تراينجل ماشي وبوستيريور تراينجل. طبعا هاي هي حركة الايش، السباين فليكشن، الكرينيال سباين فليكشن تراكيب. التنتين بهاي الحالة بيشتغلوا مع بعض. اما يابا بدنا نيجي نشتغل كل واحدة لحال، اللي هي ايش، بدنا نحركها يمين تراكيب، حركناها شمال اشتغلت اليمين، حركناها يمين تشتغل الشمال، تمام. اوكي هيك خلصنا هاي العضلة. طبعا هاي الانتيريور تراي انجل، هذا هو الانتيريور تراي انجل، وهي البوستيريور تراي انجل، كل واحد له فائدة تشريحية معينة. طيب هيك خلصناها. انا نيجي للهايويد بون. الهايويد بون اللي هي هاي العظم الصغير اللي هون، نعمل ايزوليشن. طلع كيف هاي العظم الصغير اللي شكل زي حرف اليو، يو شيب بون، هاي مش متصلة مع بنحكي اي ارتكيليشن تانية، مو متصل مع اي ارتكيليشن تاني من العظام، ولكن متصل ب ليجمنت اسمه ستيرنو هايو ستايلو هايويد ايش ليجمنت، ستايلو هايويد ليجمنت. خلنا نرجع الامور. طيب ستيرنو هايويد ليجمنت. طيب هلا خلصنا هاي الشغله، خلصنا. هلا تقسم لنا الهايويد بون للقسمين عضلات، اللي هم سوبرا هايويد والسوبرا هيويد والانفرا هيويد. هلا السوبرا مهمة جدا تركزوا عليهم منيح. هلا السوبرا هيويد عبارة عن أول وحدة الداي جاستريك، من اسمها الداي جاستريك، إلها بطنين ماشي، داي جاستريك. هلا الداي جاستريك عندها انتيريور بيلي وبوستيريور بيلي، كاينة شابكة بالنص بشو، بواسطة انترميديت تندون. هلا الانتيريور بيلي شابكة بوين؟ الأورجن تبعها باللور بوردر أوف ذا ماندبل ماشي، والبوستيريور بيلي شابكه بالميديال سيرفيس اوف ذا ماستويد بروسيس ماشي. هلا بيجي عندنا الانسيرشن، البوث بيليز ميت ات انترميديت تندون اتاش تو ذا هايويد بون. هلا نتفق على شغله، السوبرا هايويد والانفرا هايويد كلياتهم الانسيرشن شابك بالهايويد بون، كلياتهم شابك بالهايويد بون. بما انه شابك بالهايويد بون فانه الانسكشن يعني مضمون، بس لازم نركز على ايش، على الاوريجن. هلا الاكشن تبعها جرب ابلع، راح تلاقي انه ايش، الهايويد بون طلعت لفوق صح، فهي بتعمل رايزنج للايش، للهايويد بون ديورينج سوالوينج. كمان نتفق على شغله، السوبرا هايويد كلياتهم بيعملوا ايش، رايز للهايويد بون ديورينج سوالوينج، كلهم كونهم فوقها فبسحبوها معها لفوق. اما الانفرا هايويد بيعملوا العكس، كلياتهم بيعملوا شو، ديبريشن الها، اوكي تمام. هلا في كمان وظيفه الها، تعمل ديبريشن للماندبل اذا الهايويد بون ثابته ماشي. ان النيرف سبلاي الانتيريور بيلي ماشي، انتيريور بيلي بتتغذى من المانديبيولر نيرف، ولكن مش منه مباشرة، بتتغذى من المايلوهايويد نيرف اللي هو البرانش منه، والبوستيريور بتتغذى من الفيشل نيرف. عن طريق شو؟ عن طريق الستايلوماستويد الفرامين اللي حكينا. طيب عندنا الايش، المايلوهايويد مسل. المايلوهايويد مسل عبارة عن مسل الها تو بارتس يمين وشمال، تتحد
في مكان واحد اسمه المايلوهيويد رافي، وحكينا عن الرافي قبل شوية، وحكينا عن نفس العضلة. طبعا الأوريجن تبعها اللي هم المايلوهيويد لاين بالمانديبل، حكينا عنه بامبارح. طيب عندنا الانسيرشن، حكينا مايلوهيويد رافي between the symphysis منتاي and the hyoid bone. طبعا الطول الرافي تبعتنا، لا خلينا نشيل هذا الجزء، هايد هاي هايد. هلا السيمفيسس منتي او السيمفيسس منتاي وين موجوده؟ هون، تمام، هاي موجوده هون. ننزل ايش لتحت لغايه هون، هاي هي الهايويد بون، صح؟ فبتوين ذا سيمفيسس منتي، سيمفيسس منتي اللي هي هون لغايه الهايويد بون اللي هي هون، في عندنا رافي شابك البليز تبعت المايلهايويد بون. طبعا هاي الدايجاستريك، هاي الانتيريور بيلي، وهي البوستيريور بيلي تبعت التكمله اللي هي هاي، بيشبكوا عن طريق اللي هو ايش التندون الصغير هذا اللي هو. وهذا الفايبروس لوب شابكها مع الدايجاستريك. طيب هيك خلصنا هدول العضلات، نيجي لهاي الوظيفه تبعتها اليفيشن، حكينا اتفقنا عليها اليفيشن للهايويد بون سبورتس ذا الفلور اوف ذا ماوث، تعمل دعامه ل اللي هي ارضيه الفم، وكمان تعمل ديبريشن للماندبل 100%. نيجي ل طبعا النيرف سبلاي من المايلو هايويد نيرف اللي هو اصلا بغذيها، من اسمها بغذيها. الجينيو هايويد هي عباره عن عضله مالها، هاي العضله بتكون ديب لمين؟ بتكون ديب للمايلو هايويد، يعني بتيجي فوقيها، ترى كيف هي شلناها، تيجي عندنا الجينيو هايويد وهي هاي العضله. خلينا نشيل هاي الانتيريور كومبارتمنتس، هاي الجينيو هايويد هي عبارة عن حبتين زي رقم 11 جنب بعض، سبكات الأوريجين بالسيمفيسس منتي، سبكات بالمنتاي أو الجينايل توبريكلز، بنسمهم جينايل توبريكلز، من اسمها أصلا إجا اسمها منها اللي هي جيناي، ماشي، من الجينايل توبريكلز أوف ذا ماندبل، تمام. الإنسيرشن تبعها بيكون بإيش المايلو هايويد بودي، مباشرة شابكة فيها. عندنا وظيفتها elevation لإلها وديبريشن للماندبل، كلهم نفس الوظائف ترى بيكونوا. عندنا النيرف سبلاي من ال C1 fibers، هلا ال C1 fibers اللي هي ايش؟ من الاطلس، هلا هاي عبارة عن اللي هي الاطلس هون، هاي الاكسس وهي عندنا الاطلس، ال C1 بيطلع منها النيرف الصغير اللي هو ال C1، ماشي؟ من first cervical اللي هي فيرتبرا، ماشي، ولكن كونه صغير وفايبرز فما بيقدر يوصل لحاله، بيروح عن طريق اللي هو الهايبوغلوسال نيرف اللي هو رقم 12 من السي ان. طيب اللي هو السنترال نيرفز، ماشي. انا نيجي لاخر وحده واللي هي ستايلو هايويد. ستايلو هايويد وهي عضله مباشره شابكه مع مين؟ بتشبك في البوستيرير بيلي، ماشي، بتشبك بالبوستيرير بيلي للهاي، بتمشي الونج سايد، ماشي، يعني بتمشي جنب البوستيرير بيلي تبعت مين؟ تبعت الدايجاستريك. فالاورجن تبعها من الستايلويد بروسس، من اسمها من ستايلو، واخر اشي عندنا الانسكشن تبعها من مين؟ من الهايويد بون، ولكن هي ما بتكون شابكه بالمانديبل اصلا، فبتعمل بس اليفيشن للهايويد، والتغذيه تبعتها زي مين؟ زي البوستيريور بيلي اوف ذا دايجاستريك من الفيشل نيرف. طيب هيك خلصنا السوبرا، هلا نيجي للانفرا. الانفرا مالهم؟ الانفرا ماسلز هم عباره عن ايش؟ عن ستيرنو هايويد، اومو هايويد، ستيرنو ثايرويد، وثايرو هايويد. طيب هدول العضلات بكل بساطة بدنا نعرف بس الايش، انهم بتغذوا كلياتهم من الانسسر فيجالس اللي هم سي 1 و2 و3، ما عدا مين؟ الثايروهيد، لانها اصغر وحدة تتغذى من السي 1 عن طريق الهايبوغلوسال، زي مين؟ زي اللي هي عضلة الجينيوهيويد، تمام؟ اوكي هيك خلصنا هدول، نيجي للبري فيرتبرال. بري معناها قبل، اوكي، يعني ايش قبل؟ الفيرتبرال هي ايش؟ العمود الفقري. فبري فيرتبرال بتيجي ايش؟ قدام العمود الفقري، يعني قبل ما نوصل للعمود الفقري، اللي هم اسمهم بري فيرتبرال. هذول اربع عضلات متشابهه جدا بالاسم.
هلا فورم مسلز ذات كفر ذا فرونت اوف ذا ايش اوف ذا فيرتبرا اللي حكينا بيجي قبله اصلا. الاكستنشن فروم ذا بيس اوف ذا سكال من قاعده الجمجمه، طلع كيف؟ من البيس اوف ذا سكال هاي البيس اوف ذا سكال من هون، خلينا نحكي بدها تزويد شويه، ايوه هدول من البيس اوف ذا سكال. اوكي فبيكونوا عباره عن الشبكات في ال امام ال اللي هو الفيرتبرال كولوم. هلا هم عباره عن اربع، ماشي، هم عباره عن اربع عضلات، شو هم يا ترى؟ اول اشي بدنا نيجي نشيل هذا الفك، ماشي. أول واحدة عندنا اللي هي الريكتس لاتراليس، من اسمها لاتراليس جاي ايش؟ لاترالي، ماشي، اسمها ريكتس لاتراليس، ريكتس كابيتس لاتراليس. شو يعني؟ هلا كابيتس معناها ايش؟ متصلة مباشرة بالايش؟ بالرأس أو بالجمجمة، تمام؟ ريكتس إنها مستقيم الفايبرز فيها، ولاتراليس إنه جاي على الطرف. في عندنا الجزء الثاني منها اللي هو الريكتس كابيتس انتيريور، ما بكرهش، اوكي في تسجيل، اوكي صار كراش بالتطبيق غريب. anyways نكمل هون. ان الانتيريور اللي هي بتيجي هاي هي ريكتس كابيتس انتيريور، في عندنا كمان ايش؟ اللونجس كابيتس واللونجس كولاي. هلا اللونجس كولاي راح يجي يحكي لك، ممكن نبدل الاسم يحكي سيرفيسز، سيرفيسز اوكي، ممكن يحكي سيرفيسز. هلا النيرف سبلاي، ذير نيرف سبلاي از باي ذا سيرفايكال نيرفز، السيرفايكال نيرفز مش مطلوب نعرف مين هم. هلا نيجي لللاترال فيرتبرال ايش ماسلز او سكالين ماسلز، هذول كان اسمهم بري فيرتبرال، هذول اسمهم لاترال فيرتبرال. هلا عندنا السكالين، ثلاث سكالينات اللي هو انتيرير وميدياس وبوستيرير. بكل بساطه بدنا نعرف ايش؟ انه ثلاث ماسلز، ماشي، الاكستنس البدايه تبعتهم من الترانسفيرس بروسيس تبعت ال، خلينا افرجكم اياها، ريستور بريفيس سيشن، اوكي هنشيل لكم هذولا. هلا نيجي لل هادو الفيرتبرا تبعون السيرفايكل، ماشي، خلينا نعمل ايزوليت على السريع لها. حكينا بالليكتشر الماضي بس هيك على السريع انه ايش؟ في عندنا ترانسفيرس سيجمنتس، هدول ترانسفيرس سيجمنتس بيكون بالفيرتبرا، هدول الطلعات منهم، هدول الاوريجن تبعون مين؟ الاوريجن تبعون السكالين ماسلز. هلا السكالين ماسلز هي عندنا الايش؟ السكالين بوستيريور ماسل، طلعوا كيف؟ تاخذ من ايش؟ من الترانسفيرس شيء، وتعمل انسيرشن بوين؟ بالسكند ريب، بتعمل انسيرشن بالسكند ريب. طيب نيجي الانتيريور منهم، هو عندنا اللي هي سكالين ميدياس واسكالين ايش؟ انتيريور، هذول بيعملوا ايش؟ انسيرشن بالفيرست ريب. شو وظيفتهم؟ بفيدوا خلال ايش؟ اليفيشن ديورينج ذا ايش؟ انسبيريشن. جرب خذ نفس عميق، بتلاقي ايش؟ الصدر طلع لفوق. طب كيف الصدر طلع لفوق؟ عن طريق اللي هم ايش؟ هدول السكالين ماسلز بيعملوا اليفيشن لعضلات الصدر للريبس. نيجي للفارنكس، الفارنكس وهو ايش؟ البلعوم. في ثلاث عضلات اسمهم كونستركتورز، في ثلاث عضلات اسمهم لونجيتودينال او لونجيتودينال، ماشي، اللي هي ايش؟ عضلات طويله. هلا الكونستركتورز ثلاثه، بكل بساطه بدنا نعرف عنهم انه كل الانسكشن تبعهم بايش؟ فرنجل رافي، اوكي، فرنجل رافي. وين الفرنجل رافي؟ هلا الفرنجل رافي اللي هي هون، هي بتيجي عضلات ثلاثة ديب، هلا الثلاث عضلات هذول هيهم، من هاي الميدل فرنجل وعندنا السوبيريور فرنجل، خلينا نفرجكم اياهم ببساطه ايزوليشن. هلا عندنا هذول ايش؟ الفرنجل كونستركتورز،
الفرنجال كونستركتورز في عندنا سوبيريور بارت وميدل بارت وانفيريور بارت. السوبيريور بارت بياخذ انسرشن من وين؟ بياخذ انسرشن سوري بياخذ اوريجن من السكال والمانديبل، طلع جزء من السكال وجزء من المانديبل. الثاني اللي هو الميدل بياخذ من وين؟ بياخذ من اللي هو عظمة الكريك الهايويد بون. والثالث بياخذ من وين؟ من الثايرويد كارتليج و اللي هو الكريكويد كارتليج. خليني افرجيكم بالضبط كيف تاخذها. هلا اويتس ديسكونكتد ريسبيراتوري. طلع كيف؟ هي عندنا الثايرويد كارتليج، هاي هي الثايرويد كارتليج، وعندنا الكريكويد كارتليج اللي هي هون. هيك دن هيك خلصناهم. والانسيرشن بوستيريورلي عن طريق الفرنجال الغافي. اللونجيتيدينال هدول عباره عن ثلاثه ماشي. الانسيرشن بالثايرويد كارتليج، الانسيرشن بالثايرويد كارتليج بس عندهم ديفرنت اوريجنز، زي مبدا اللي فوق انه عندهم ايش سيم انسيرشن بس ديفرنت اوريجن. هلا اول وحده، كل وحده من ايش اسمها؟ اول واحدة ستايلو، ستايلو فارنجيس اللي هي ايش؟ من الستايلويد بروسس. بلاتو فارنجيس من السوفت بلات. واخر واحدة ايش؟ سابلينجو فارنجيس بتاخذ من وين؟ من الوول تبع الاوستيكين تيوب. الاوستيكين تيوب او الاوديتري تيوب هذا ايش؟ قناة ستاكيوس الموجودة very very much above هون. كون بعرفش اذا بقدر اوصلكم اياها هون، لكن انه بشكل عام يعني انه يا طيب هاي اول وحده، هاي اسمها الستايلو فارنجيس. هاي ستايلو فارنجيس تاخذ من وين؟ من الستايلويد بروسس. طيب نيجي لا وحده لجوا بتكون عند الاوستيكين تيوب. هاي ان ال اوكي، هاي لجوا دي المشكله بقدر افتح التم. anyways هيك بكون خلصنا هاي. طبعا وظيفتهم كلياتهم pulling the larynx، pulling up the larynx بيرفع الحنجره، والفارنكس upwards عشان يوم الواحد يبلع يسكر مجرى التنفس. كيف بسكر مجرى التنفس؟ طيب بس سريع شرح هاي الشغله اساس انه تفهموها. طيب هلا نيجي نحكي انه عندنا هون فتحه التنفس ماشي، طالع منها مين؟ طالع منها ايش؟ الابيجلوتس. اوكي لا مش هاي الناحيه، الابيجلوتس طالع منها هيك اللي هو لسان المزمار. هون عندنا الايش؟ فتحه المريء، وهون فتحه ايش؟ خلينا نحكي اللي هو فتحه التراكيا. هلا يوم ما نيجي هدول المسلز اللي هون شو بتسوي؟ كونه هاي متصله الابيجلوتس هون راح ترفع هدول العضلات اللونجيتيدينال. شو راح يسوي؟ راح يرفعوا هاي اب. فيوم يرفعوا هاي اب راح يعملوا ايش؟ زي ريلاكسيشن في هذا الجزء، فالابيجلوتس تنزل بتسكر على المجرى التنفسي. بس هذا هو مبدا التنفس والاكل. هلا نيجي للمسلز اوف ذا ترانك. المسلز اوف ذا ترانك عندنا اول شيء الانتركوستال ايش مسلز، خلينا نشوف بسجل. طيب هلا الانتركوستال مسلز، الانتركوستال مسلز هم عباره عن الثوراسيك وول، بغطوا الايش؟ الثوراسيك وول. طيب هلا wait a minute، هلا نيجي للثوراسيك وول. الثوراسيك وول هو ايش؟ الحائط تبع مين؟ تبع تجويف الصدر. مكون من شو؟ مكون من الثوراسيك كارك، الثوراسيك كيج اللي هو ايش؟ القفص الصدري، بالاضافه للسوفت تيشوز which occupies the intercostal spaces اللي هي ايش؟ شغلات بسيطه يعني، هاي بتقراوها على سريع قراءه. نيجي للعضلات، اهم شيء احنا نركز على العضلات. هلا مكون من 3 sheets of 3 sheets of flat muscles ماشي، 3 sheets of flat muscles
طبعا من جوا من برا لجوا راح نمشي، اللي هو من الاكسترنال للانر موست. هلا الاكسترنال، اوكي الاكسترنال، هلا نيجي لاخر نبدا بالاكسترنال انتركوستال مصل. هلا اكسترنال معناها خارجي، انتر معناها ايش؟ بين، ماشي، بين الكوستلز. هلا نيجي هون ونشيل كل العضلات. هلا هاي عبارة عن الاكسترنال انتركوستال ماسلز. هلا من وين ماخذ الاوريجن؟ الاوريجن تبعها زي ما انتم شايفين من اللور بوردر اوف ذا ايش اوف ذا ريب ابوف، مباشرة من اللور بوردر. هلا فرجيك الريب السريع بشريحة. هلا في عنا اللي هو البوردر تبعها اللي هو هذا، تمام، هذا هو الطرف. هلا في عندنا هون اشي اسمه كوستال جروف، ماشي، الكوستال جروف اللي هو اللي راح يكون الاوريجين لمين؟ للانترنال والانر موست. anyways هلا هاي بتاخذ بس من الحفه تبعت الاوريجين تبعها من اللور بوردر اوف ذا ريب ابوف والانسيرشن بالابر بارت اوف ذا ريب بيلو، تمام. هلا شو وظيفتها او الاكستنشن تبعها؟ الاكستنت بتاخد ايش بدايتها من وين؟ من posterior part of the، خلينا نعمل هايد، هلا بتاخد ايش خلينا نحكي بدايتها الاكستنشن تبعها الامتداد من وين؟ تاخذ من التوبركل اوف ذا ريب. التوبركل اوف ذا ريب مش هو الجزء اللي بيشبك مع الفيرتبرا، تمام. هلا يوم الجزء هذا يشبك مع الفيرتبرا عندنا، هلا الجزء هذا يوم يشبك مع الفيرتبرا بسميه ايش؟ بنسميه التوبركل اوف ذا ريب بوستيريورلي، بضله ماشي ايش؟ بيكون الاتجاه تبعه ايش؟ باتجاه الجنكشن اوف ذا ريب. الجنكشن اوف ذا ريب اللي هو هذا الجزء اللي بيشبك مع مين؟ مع الكوستلز تبعون الصدر، تمام. هلا احنا اتجاه تبعها شو بيكون؟ بيكون اوبليك مائل، صح، ولكن ايش بيكون؟ downwards and medially، downwards and forwards، يعني ايش؟ جاي من ورا لقدام، ماشي قدام، فبنسميه اتجاهات اللي هو ايش؟ obliquely downwards and forwards. طبعا جدا 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 مهمة الاتجاهات. هلا بيمشي ثلاث ارباع المسافة، ولكن اخر اشي اخر ربع ما بيكمله. شو بيكمل؟ external intercostal membrane. اوكي، يوم ما نوصل لا اللي هم الكوستر كارتليجز بيوقف، ببطل عندنا في ايش؟ في بطل عضله. فشو بصير عندنا؟ بصير عندنا الانتركوستال الاكسترنال انتركوستال ميمبرين حوالين مين؟ الكوستر كارتليجز. طيب هيك خلصنا المين الاكسترنال، نعملها هايد. نيجي للانترنال. الانترنال بتيجي عكسها، عكس اتجاهها، تبدأ من الايش اللي هي ايش؟ مارجن اوف ذا ستيرنم، من حفة مين الستيرنم، وراونز رانز باكوردز اند ايش بوستيريورلي، تمام، اللي هي ايش؟ داونوردز اند باكوردز، تمشي ايش من تحت من فوق لتحت ايش باتجاه الخلف، ماشي باكوردز. طبعا الانسرج الاوريجن تبعها من وين؟ من الكوستال جروف of the rib above اللي حكيت لكم عنه قبل شوي، الكوستال جروف لل upper border of the rib below. هذا هو الانسيرشن تبعها اللي هو rib below. عندنا الاكستنشن من وين بيبدا؟ بيبدا من اللاترال مارجن اللي هو الحافه اللاترال من الاسترنال and anteriorly لل ايش؟ للانجل اوف ذا ريب. الانجل اوف ذا ريب حكينا الايش؟ نحن تبعت الريب اللي هي هون، ماشي، runs back to the shaft where it's replaced by ايش؟ هون طلع كيف؟ posteriorly بنستبدلها بالانترنال انتركوستال ايش؟ ممبرين، زي هذيك بالضبط ولكن ايش؟ عكس. طيب نيجي للانر موست. الانر موست بتاخذ 2 على 4 من القفص الصدري فقط، يعني ايش؟ المسافه المفقوده بالاولى والثانيه هي عوضتها، اللي فقدتها هون وهون.
تمشي بالضبط، يعني ما في داعي نحكي عنها لأنه كوبي بيست عن مين؟ كوبي بيست عن الانترنال. لكن اللي بيفرق هون إنه اللي بفصلها عن الانترنال لو شبكة من إيش؟ النيرفز، زي ما انتم شايفين هاي نيرفز، وعندنا فينز وارتريز. اوكي، فينز وارتريز هاي بنسميها ايش؟ هاي شو بنسميها؟ هاي اللي اسمها نيورو فاسكولار بلين. نيورو فاسكولار بلين هي بتكون مبطن فاصلة بين ايش؟ الانر موست والانترنال. طبعا الكلاسيفيكيشن تبع هاي حسب الامبريو بيكون عشان هيك صارت في عندنا هاي الشغلة. طيب هيك نكون خلصنا الكوستلز، ماشي نيجي لوظائفهم. هلا الاكشنز تبعتهم الانتر كوستلز اللي هي ايش؟ الانترنال انتر الاكسترنال انتر كوستل وظيفتها ايش؟ اليفيشن للريبس، فبتعمل انسبيريشن. والانترنال شو بتعمل؟ تعمل اكسبيريشن. طبعا هلا ايش دفعلكم شغله، الاكس عكسها الان صح، فالاكس تيرنال شو بتعمل؟ تعمل انسبيريشن. الاكس بتعمل انسبيريشن والانترنال بتعمل اكسبيريشن. اوكي عكس بعض، تمام. اوكي طيب هلا الانترفيشن اوف ذا انتركوستال اور سبلايد باي كورسبوندينج انتركوستال نيرفز. طبعا هلا في عندهم النيورو فاسكولار بلين فبتغذوا منها انتركوستال نيرفز. خلصنا. هلا نيجي للدايفرام، والدايفرام جدا 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 اسئلته دقيقه. اوكي هلا الشيب تبعه دوم شيب، دوم يعني ايش؟ قبه. بيكون هو عباره عن ماسكيولو تندينيس بارتيشن، يعني ايش؟ وعباره عن مسل اغلبها وفيها جزء كبير ايش؟ تندون، تمام. separates the thoracic and the abdominal cavities. طبعا بيكون الابر بار كونفكس باتجاه الثوراسيك، ماشي، يعني يوم بنطلع عليها من فوق، من فوق يعني من ناحيه ايش؟ الثوراكس. بيكون شو؟ بيكون كونفكس، ولكن من الابدومين نطلع عليها بنلاقي مقعر صح. قلنا في شيء اسمه كوبيال، الكوبيال اللي هو ايش؟ الجزء ايش؟ اليمين والشمال من البلجز، او خلينا نحكي الطعوجات، او خلينا نحكي الكونكافيتي الموجودة فيه. اوكي في عندنا رايت وفي عندنا ليفت كوبيولاس. طبعا الرايت اكبر من الليفت، الرايت اكبر من الليفت لانه في عندنا كبد. طيب الكبد الرايت لوب فيه اللي هي اكبر من الليفت لوب، فبالتالي شو راح يكون؟ راح يكون عندنا الجزء اليمين اكبر الكوبيولا تبعته من الشمال. هلا عندنا الاوريجين اوف ذا دايفرام، في 3 اوريجينز له لانه على السيركمفرنس على الداير جاي. في عندنا الاسترنال، في عندنا الكوستال، في عندنا الفيرتبرال. الاسترنال خلف السيفويد بروسس، هاي السيفويد بروسس خلفها بيجي عندنا اللي هو ايش؟ الوجه تبعها تراكي. طيب عندنا الاورجن الثاني من وين؟ الاورجن الثاني جاي من وين؟ من الكوستال اورجن. كوستال اورجن من الكوستالز اللي هم هذول اللور 6 ايش؟ الريبس، ماشي lower 6 بيرد ايش؟ كوستال كارتليجز. وعندنا كمان اللي هو lower 6 كوستال كارتليجز اللي هم هدول، وعندنا كمان اللي هو ايش؟ الثلاثة لمبر، بيكون الثلاثة لمبر فيرتبرا، 3 لمبر فيرتبرا، تمام. طيب هلا نيجي شو جواته، في عندنا ايش؟ زي فتح صح؟ في عندنا زي فتح، والفتح هاي شو بيطلع منها؟ اول وحده نيجي نحط الفين، هذا ايش اسمه؟ هذا الانفيرور فينا كيفا. نيجي على الارتيريال، نيجي هذا الديسندنج اورطه، هاي الديسندنج اورطه. نيجي للجي اي تي، طبعا الجي اي تي كامل بنزله هايد. اي فضيت المكان كامل، الفيرسر البريتونيوم، بريتونيوم شيل،
ضل عندنا المعدة والاستومك كاملة هاي. طيب طلع عليك، هلا في عندنا 3 تقاطع طلع منها صح؟ هلا في الـ3 فتحات هذول اللي هم الأساسية طبعا، يعني عندنا خلينا نحكي لكم بالضبط شو هم قبل ما نيجي للانسكشن. هلا الميجر فورامينا في عندنا الانفيرير فينا كيفا، طبعا ركزوا على الارقام هون منيح. اول اشي معلومة اساسية انه كل اشي فيهم ايش بيكون، راح يكون عبارة عن 1 انش ماشي. اذا في سؤال فياته كان 2 انش هذا غلط، فدائما ايش 1 انش. هلا هذا ايش اسمه، هذا الانفيرير فينا كيفا 1 inch to the right. هلا احنا هيك على اليمين صح، 1 inch to the right of the ears اللي هو الميديان بلين، ميديان بلين piercing السنترال تندون. مش هذا هو عبارة عن سنترال تندون اللي بالنص الابيض؟ بكل بساطة 1 inch to the ايش ميديان بلين، يعني ايش بقطع من ناحية اليمين ب1 inch في منتصف مين السنترال تندون. نيجي له اللي هو ايش، هذا اللي هو عبارة عن الايسوفيجس هو المريء. المريء يوم ينزل بيعمل بيرسينج بايش 1 انش تو ذا ليفت ماشي، 1 انش تو ذا ليفت بيجي على ايش على اليسار، ولكن بمزع الجزء اليمين من ايش من الكراس. في عندنا شيء اسمه كراس، هاي اللي هي هون هاي الاريا اسمها كراس. هلا هو جاي ايش، جاي نزول من اليمين، طلع كيف ايسوفيجس، خلينا نعمل ايزوليشن، طلع نازل نزول من اليمين، فبغزو من الرايت اكراس توردز ذا ليفت اوف ذا ميديان بلين ماشي. ميديان بلين اللي هي القطعه اللي هيك عندنا ايش اخيرا اللي هو الاورطه، الديسندنج اورطه بيجي مباشر بالميد لاين بيهايند ذا ميديان اكروشيت ليجمنت ماشي، بيهايند ذا اكروشيت ليجمنت. هيك خلصنا الايش الاورفيسز وهم الفتح، هذول جدا مهمات طبعا. اذا بده تغذيه من ال يعني النيرفز مش مطلوبة منكم، بعدين نحكي عنها. طيب شو بسجل، طيب نيجي للإيش للإنسيرشن. طيب هلا الإنسيرشن تبعه عبارة عن fibers from the sternal and costal and vertebral parts converge to in اللي هي إيش insert in the cristic shape central tendon. شو معنى هذا الكلام؟ كان أفرجيكم إياه بسلايدات عشان تعرف. اللي هو fibers from the sternal costal vertebral parts converge to be inserted in the crinistic shape central tendon. يعني شايفين التقاطيع هاي اللي جاي هيك 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 هيك، هاي عبارة عن الأجزاء اللي جاية insertion لمين؟ للتندون اللي جاي بالنص هذا. crinistic shape يعني إيش؟ جاي زي ورقة شجر هيك، two leaflets. هلا السنترال تندون is fiber structure يعني ايش، اكيد fibers يعني is fiber structure semilunar نص هلالي زي ما انتم شايفين نص هلالي، وعندنا ايش have one median and ايش two leaflets. median اللي هو ايش جزء medial اللي هو هذا، وعندنا ايش two leaflets اللي هو زي ورقتين شجر اللي هو على الاطراف. بس هيك خلصنا الانسيرشن. ركزوا على ايش، ركزوا على النيرف سبلاي. النيرف سبلاي خلينا نحط ال طبعا تغذي له من ايش رايت وليفت. خلاص بالسؤال شفت رايت وليفت اوكي، موتور نيرفز رايت وليفت، فينريك نيرفز فرنك نيرفز اوكي، رايت وليفت فرنك نيرفز رايت وليفت فرنك نيرفز. اذا شفت بالسؤال بالامتحان يمين وشمال خلاص هذا هو، بس لاتاكد لمين، للفرنجيال ماشي، للدايفرام. هلا عندنا الاكشن اوف ذا دايفرام، الاكشن تبعت الدايفرام بكل بساطه مين ماسل اوف ذا انسبيريشن. ركزوا شوي هون، مين ماسل بس كمل الجمله انسبيريشن اوكي. مين اهم عضله اصلا بالقلب بالجسم اللي هي عضله القلب، أهم عضلة بالجسم بشكل عام اللي هي عضلة القلب، لكن أهم عضلة للإنسبيريشن هي مين؟ هي عبارة عن دايفرام. لأنه في سؤال موجود بالأسئلة حطيت لكم إياه إنه إيش بخربطك، هي مين مسل ولا مش مين مسل. طيب when contraction
ماشي، يوم ما يصير لها كونتراكشن شو بصير؟ أفرجيكم إياها، أتمنى في إلها حركة هون للأسف. طيب هلا الواحد يوم ما يجي يتنفس ماشي بصير للدايفرام كونتراكشن. يوم يصير الكونتراكشن فرجيكم اياها رسمه هيك صغيره. اوكي نفرض انه هذا هو عباره عن الدايفرام. اوكي هذا هو عبارة عن ايش؟ الدايفرام. يوم ما الدايفرام هذا طبعا دوم شيبد صح؟ هذا عبارة عن دوم شيبد. شو يعني دوم شيبد؟ هو عبارة عن قبة صح؟ في تجويف من جوا، هذا بيكون كونكيف من جوا، وهون ايش؟ خلينا نحط اكس اساس انه ايش؟ كونفكس محدب من برا. هذه ناحية شو؟ هذه ناحية الثوركس، وهي ناحية الايش؟ الابدومين صح؟ هلا شايفين هذا الوضع هيك راح يصير من يوم يصير الكونتراكشن. خلينا نرسم لون ثاني، بصير هيك مسطح. ليش مسطح؟ هلا صار توسع، زادت المساحة في وين؟ في الثوركس، مساحة الثوركس زادت، لكن مساحة الابدومين شو مالها؟ قلت. صار في كونتراكشن بالابدومين. يوم يصير في كونتراكشن بالابدومين راح يصير في عندنا حركات شو مالها؟ اكسبلوسيف. ماشي؟ زي مين؟ زي القحة. ماشي واحد يوم يجي قح، ماشي يجي يوم يجي قح بحس انه في شد بالبطن صح؟ مثلا الكافينج ماشي، او نيجي نحكي حركة تاني للفوميتنج. يوم يجي الواحد يعمل فوميت، يوم ما بحس انه كل اعضاء البطن شدت على بعض. طب ليش؟ لانه بكل بساطة صار في كونتراكشن بهاي العضلة. طيب ديفيكيشن التبرز، يوم الواحد شد حاله يوم ما يجي يتبرز. اوكي بكل بساطه بصير في ضغط على الامعاء اساس تنزل المحتويات تبعتها بكل بساطه من اي عضله اللي هي الدايفرام، وكمان بالتالي لليورينيشن اللي هي التبول، والبارتيوريشن اللي هو ايش؟ الولاده. بارتيوريشن اللي هي الولاده. هيك خلصنا الديفيكيشن وخلصنا كل الحركات والميجر خلصناهم كلهم. نيجي للمسلز اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. ابدومينال انتيريور وول يعني الجانب الامامي من الابدومين. اوكي الجانب الامامي من الابدومين. عندنا في 3 مسلز، في 3 مسلز بيمشوا من ايش؟ البوستيريور لاترال يعني من الجانب الخلفي الجانبي، بيمشوا ايش؟ passes anteriorly and replaced by ايش؟ اخر اشي ما بيلتقوا مع بعض، ما بيلتقوا الجانبين يمين وشمال مع بعض، لا بصير في عندنا ابنيروسز. زي مين؟ زي السكال ماشي. ابنيروسز ذات ماسلز كونتينيوس تو ذا ايش؟ تو ذا ميد لاين. هم ايش؟ عباره عن شو؟ اكسترنال اوبليك ماسل، انترنال اوبليك ماسل، ترانسفيرس ابدومينس ماسل. طيب طبعا هم عباره عن شبكه، الترانسفيرس من اسمها بتعمل هيك. طيب وعندنا الايش؟ الانترنال تعمل ايش؟ تعمل هيك. والاكسترنال شو بتعمل؟ بتعملنا هيك. عملت لنا شبكه هون، سنترال فورس قوي جدا بتحملنا البطن، كونه ما عندنا عظم بالبطن، ما بتحمينا من ايش اسمه؟ الهيرنيا. الهيرنيا اللي هو ايش؟ الفتق. تمام. طيب ان اول muscles هاف fleshy وايد اوريجن، كلياتهم عندهم فليشي وايد اوريجن يعني عريضات من الاوريجن تبعهم. والابنيروسز الايش؟ انسيرشن. ابنيروسز انسيرشن. وين هدول العضلات يا ترى؟ تمام. اول واحدة اللي هي ايش؟ هاي طبعا عندها وايد اوريجن، وايد اوريجن فليشي اوريجن صح؟ هاي مين؟ هاي ترانس فيرس تي اي، هاي ترانس فيرس ابدومينس. طلع كيف جايه؟ اوبليكلي مش اوبليكلي سوري، اللي هي ايش؟ بارلل تو ايتش اذر. تمام. وكمان ايش؟ طبعا بوستيريو لاترال لغايه ايش؟
anterior تشبك بمين؟ بالريكتس ابدومينس. طيب نيجي للتكملة، ان ايش في ايش اسمه ريكتس شي. طبعا هل احنا نزود العضلات هاي ريكتس ابدومينس صح تشبك فيها. طيب في ان ايش اسمه لينيا البا، وهو خط النص المحور هذا تبع الهاي تبع البطن. في مين ايش الامبلكس اللي هو ايش الصورة بتيجي هون، ان الشيث او الغشاء هو اللي بغلفهم، هذا اسمه ايش الريكتس شيث، هذا هو الريكتس شيث. طيب هذول بالنص. ان هل الريكتس ابدومينس از فيرتيكال مسل، الريكتس ابدومينس از فيرتيكال مسل اللي هي هاي، خلينا نشيل الشيث، هاي هي عبارة عن ريكتس ابدومينس مسل تمام، عبارة عن قطعة عضلية طولية مالها فيها tendinous intersections حكينا عنها قبل هيك. near the midline is enclosed within a tendinous sheath اللي هو rectus sheath اللي هو بغلفه ماشي by aponeurosis of the flat muscle. طيب في عنا ايش neurovascular plan زي مين حكينا، هاي neurovascular plan زي تبعت الايش intercostal muscles between the internal oblique and transverse oblique، يعني بين اكثر تنتين جوا بيكون في عنا vessels و nerves. هسه عندنا ال innervations of the muscles of the anterior abdominal wall. The anterior three anterior lateral muscles rectus supplied by the lower thoracic spinal nerves. هلا طلع علي هون، هدول الثلاث عضلات مغذيات من وين؟ من ثلاث عضلات من من ست، او خلينا نحكي بالضبط اللي هم ايش، من خمسه ستة بطلت أعرف عد، من ست نيرفزات ماشي اللي هم مين طلعوا هدول، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، اللي هم إيش سبعة من المسلز تبعون الثوراسيك طلعوا. كيف هاي التغذية تبعتها؟ طبعا هاي عبارة عن شو، هاي الانترنال، مين بيكون هون الترانسفيرس صح، عن طريق الإيش neurovascular plan طلع كيف، هذول هم اللور 6 النيرفز اوكي. هي الفقره السابعه الثامنه التاسعه العاشره ال 11 ال 12 تكمل 100. طبعا الاكشن تبعتها اول شيء بده يكون ببالك حمايه محتويات البطن بكل بساطه، اكسبيريشن التنفس ماشي اللي هو ايش الزفير اوكي، اكسبيريشن الزفير. ان الاكسبلوسيف اكت such as اللي هم هذول اللي هون والموفمنتس اوف ذا ترانك اللي هو فليكشن للترانك lateral فليكشن اوف ذا ترانك يمين شمال. طيب هلا فيش كتير شرح عنهم، لكن بكل بساطه اللي هو بدي اشرح لكم عنهم شويه، ان هذول ايش اول واحده اللي هي الاكسترنال ابدومينال تيجي ايش runs anteriorly and اللي هي ايش downwards and ايش forwards downwards and forwards زي مين، زي الاكسترنال تبعت مين اللي هي هاي تبعت الاكسترنال intercostal muscle. الثاني اللي هي الانترنال abdominal muscle كيف بتمشي، بتمشي هيك تمشي backwards and ايش downwards and ايش backwards. وعن اخر واحدة اللي هي مين اللي هي هاي ترانسفيرس ابدومينس تي جي ايش في الهوريزونتال. وفي سؤال حطيت لكم اياه، ايش العضله اللي بتمشي ترانسفيرس وبتعمل ايش، بتكون بيربنديكولار على الترانسفيرس ابدومينس، بيربنديكولار معناها عاموديه واللي هي هاي. طيب وهي هي النيورو فاسكولار بلان خلصناها. نيجي للعضلات اللمبر ماشي. هلا ال posterior wall of the abdominal wall ماشي، في عنا أربع عضلات أساسية اللي هم south major وعندنا south minor. south minor ممكن تكون absent مش موجودة في كل البشر، والquadratus lumborum والiliacus. طيب ركزوا فيهم منيح، عليهم أسئلة مرتبة بالامتحان هدول جيات. south major، south major هي عبارة عن ايش؟ عضلة جاية بال posterior wall تبع البطن ماشي، هي هاي
هاي هي ايش الساوس ميجر، طلع مقبرها. الاوريجن تبعها فروم ذا ايش لمبر، لمبر فيرتبرا، ماشي، فروم ذا لمبر فيرتبرا. هي طلعوا اكثر من وحده. الانسيرشن بوين طلعوا؟ كيف بجاي بالليسر تروكانتر، هي الليسر تروكانتر جاي الانسيرشن فيه. شو بتعمل؟ هي عباره عن مين فليكسر، مين فليكسر اوف ذا ايش اوف ذا هيب، ممكن يخربطك يحكي لك اوف ذا ايش اني او اوف ذا ثاي، لا اوف ذا هيب. اوكي ارجيكم الحق تبعتها. الايش الهيب طلع كيف؟ مين فليكسر اوف ذا ايش الهيب، سوري انا الثاي هو نفسه الهيب، انا تخربطت. لكن الايش ممكن يخربطك يحكي لك بالني، ولكن هي غلط، ما لها دخل بالني اصلا. اوكي هي مين فليكسر اوف ذا ايش اوف ذا ثاي او اللي هي الهيب جوينت، ماشي. وكمان الحركه الثانوي تبعتها هي عباره عن الترانك ايش او تو ذا ثاي، يعني ايش يوم ما تيجي تعمل ركوع، ماشي، مش الترانك بتحرك باتجاه الثاي، تمام. هاي الحركة الثانوية تبعتها هاي العضلة. ويت خليه يحمل. قبل ما يحمل بنرجع له. طيب نيجي لل الثانية اللي هي ساوس ماينر، والساوس ماينر حكينا انها ايش؟ ميبي ابسنت. بتساعد، هي بتساعد بالفليكشن، ما بتساعد كثير بس انه ايش؟ بتساعد بالفليكشن، لانه بتكون ممكن ممكن احيانا تكون ايش؟ ابسنت. بتكون فروم ذا فيرست لمبر فيرتبرا، هي بتيجي ايش؟ اطول من يعني بتيجي طويلة، ماشي. خلينا نحكي فروم ذا فيرست لمبر فيرتبرا على اساس انه ايش؟ هي بس اوريجين واحد الها. لأما الأختها اللي هي الميجر بتكون إيش؟ أكتر من أورجين، اللي هم من مين؟ من الفيرتبرا تبعون اللمبر كاملات. أما الهاي بتكون إيش؟ بس من الفيرست. طبعا الانسيرشن بالهيبون، ماشي، بالهيبون مباشرة، وهيلبس انفليكشن اوف ذا ثاي. نيجي للكوادريتس لامبورم، هاي من ضعف النت، النت جدا سيء. الكوادريتس لامبورم هي عبارة عن، حكينا عضنا عنها هاي العضلة، ماشي، كوادريتس اللي هي أول عضلة حكينا عنها بالبارلل فايبرز، صح؟ هلا كوادريتس يعني إلها أربع رؤوس، صح؟ ولمبورم باللمبر ريجن. فكوادريتس لمبورم من الإلياك كريست جاية، هيها من الإلياك كريست زي ما شايفين، هاي هي إلياك كريست. والانسيرشن الانسيرشن تبعها بوين؟ باللمبر فيرتبرا. الانسيرشن تبعها جاي بوين؟ سوري باللاست ريب، لاست ريب بوستيريور اللي هي هون. اوكي لاست ريب اوف ذا تبعت الثوراسيك، ماشي. الوظيفه تبعتها عكس مين؟ عكس مين الساوس ميجر والماينر، اللي هي بتعمل اكستنشن لا الترانك، لكن بتعمل ايش؟ lateral flexion of the trunk. يعلق عبارة عن ايش؟ lateral flexion of the trunk تعمل يوم ما بتيجي مثلا تميل الخصر يمين وشمال، مين اللي بيشتغل على الموضوع؟ اللي هي ال quadratus lumborum. والاكستنشن لا الترانك يعني انه ايش؟ يوم ما تيجي تعدل، يوم توقف. الالياكس هي عبارة عن عضلة من، أكيد من اسمها يعني، من الإلياك فصة اللي هي الأوريجن تبعها، الإلياكس. الهيبون اللي هي إيش؟ الإلياك فصة. الإنسيرشن بالليسر إتروكانتر طبعا بتعمل إيش؟ هيلبس إن فليكشن أوف ذا ثاي، بتعمل مساعدة في الفليكشن أوف ذا ثاي. فليكشن اوف ذا ثاي. نيجي للمسلز اوف ذا بلفس اللي هي ايش؟ مسلز تبعون الحوض. هلا مسلز الحوض مالهم؟ عندنا جزئين مهمين تركزوا عليهم واحفظوهم بصم. الوول يعني ايش؟ الحائط، يعني ايش؟ شو في محيط ل ال، انا فرجيكم اياهم عشان توضح الصورة.
هلا شو هو الوول؟ اللي هو داير ما يدور حوالين الحوض، تمام؟ شو بيكون في الوول؟ في انه بيكون عضلتين اللي هو البيريفورمس والايش؟ خليني اجيب لكم اياهم صح؟ البيريفورمس واللي هي الاورجن تبعها من السيكروم، ماشي؟ خليني اجيب لكم اياها صح. والايش؟ الاوربيتيريتور انترنس. هلا الاوربيتيريتور انترنس ركزوا فيها، ماشي؟ لانه في جزئين، في انترنس في اكسترنس صح. هلا احنا بس بدنا الايش؟ الانترنس. طيب نعمل هاي الها، هاي هي البرفور الكوكسيجيس، اللي بعديها هاي هي البرفورمس. طيب هاي هي البرفورمس طبعا جاي على الوول، عندنا الانترنس تبعت الاوربيتيريتور، هدول العضلتين بيعملوا لنا شو؟ الوول والفلور ام ايش؟ الليفيتور اني، ماشي؟ اللي هي تحت هاي العضله بتيجي اللي هي الليفيتور اني، نعملها هايد. هي هاي هون تيجي عندنا الليفيتور اني، وكمان عندنا ايش؟ الكوكسيجيس. الكوكسيجيس كوكسيجيس قاعد جاي من ايش؟ الكوكسيجيال. هاي هي عبارة عن الكوكسيجيس، طبعا الأوردن تبعها من ايش؟ الكوكسيجيال بون. طبعا هدول هم عبارة عن شو؟ عبارة عن الفلور تبعون البلبس. هيك خلصنا الأول 4 لكتشرات، ضايلنا هلا 11 و12 و13. خذ بريك شوية. هلا نيجي للعضلات تبعت ال upper limb. اوكي، هلا الموفمنت تبعت الشولدرز معروفة، ما بدنا نحكي عنها، انتم بتكملوا لحالكم، حطيت لكم صور هون اساس انه تراجعوها منيح. نيجي للبيكتورال ريجن. بيكتورال ريجن يعني ايش؟ عضلات الكتف. اوكي، بيكتورال ريجن يعني عضلات الكتف. طيب هلا بس ثاني هون. طيب هلا البيكتورال ريجن مقسمات الاجزاء تبعته اللي هي متمثله بشو؟ اول شيء ان عضله البيكتوراليس ميجر. البيكتوراليس ميجر نسبه لها احنا سمينا الشولدر عباره عن ايش؟ بيكتورال صح؟ طيب هلا ان البيكتورال ميجر لها جزئين، ماشي؟ او تو اوريجنز لانه كبيره. شو هم الجزئين؟ طيب اوكي، هاي هي البكتوراليس ميجر، الها جزء جاي من وين؟ هاي بضل عملها ايزوليت. هل الها جزء جاي من نص الميديال تبع نص الميديال تبع الكلافيكل، نص الميديال تبع الكلافيكل، واللي هو جاي على الاسترنم، ماشي؟ على الابر 7 ابر 7 كوستال كارتليجز اللي هم هون. طيب upper 7 costal cartilages. هلا التغذية تبعت النيرف تبعته وين بتيجي؟ من الميديال واللاترال بيكتورال نيرفز. ميديال ولاترال بيكتورال نيرفز من اسمها. طيب وين الانسكشن تبعها؟ مش مبين الانسكشن صح؟ طيب مين بتذكر اللي هي البايسبتال جروف اللي حكينا عنها هون؟ البايسبتال جروف اوف ذا هيومرس بيكون فيها الانسكشن تبعها. حكينا انه هاي نوعها ايش العضلة؟ بيكون نوعها اللي هو سبايرال حلزونية. شو بتعملنا؟ بتعملنا بكل بساطة ادكشن، ماشي؟ ادكشن لمين؟ ادكشن للكتف والميديال روتيشن للار. ادكشن للكتف والميديال روتيشن للار. خلي يلود. نيجي للبكتوراليس ماينر. البكتوراليس ماينر وهي اختها الصغيرة اللي بتيجي تحتيها. البكتوراليس ماينر ديب داون دي بكتوراليس ميجر. تاخذ اوريجن من وين؟ الاوريجن تبعها من الثيرد والفورث والفيفث ريبس، ماشي؟ والانسيكشن بالكوراكويد بروسس.
اوف ذا سكابيلا. النيرف سبلاي بس كونها صغيره بتاخذ من الميديال بكتورال نيرف، وظيفتها شغلتين، تعمل ايش؟ بروتراكشن، بروتراكشن يعني تقدم الكتف لقدام وتنزله لتحت. الانجل الحركه تبعت هاي تبعت البكتورالس ميجور اللي هي الادكشن. ترى كيف؟ هلا هي اشتغلت يوم تلونت بالاصفر، هي اشتغلت. هلا في عضله ثانيه اشتغلت على انه تبعد ابدكشن، وهي تعمل ادكشن، تمام 100%. نيجي للبكتوراليس ماينر اللي هي هاي. اي البكتوراليس ماينر شو بتعملنا؟ ابدكشن، اوكي، ابدكشن اللي هي عكس هذيك، صح؟ طلع كيف؟ تعمل كمان ايش؟ ديبريشن، تعمل ديبريشن، بتنزل كتف لتحت، تنزل كتف لتحت. هلا بالشولدر بروتراكشن يمكن نسميه كمان اللي هو ايش؟ اللي هو ابدكشن الكتف، ما علينا. هلا نيجي للسب كليبيس. السب كليبيس اللي هي هاي العظمه الصغيره هاي، سب كليبيس عظمه جدا صغيره، عضله جدا صغيره، جاي بايش؟ بالبايسف، بال السب كليبيس جروف اللي هو هون، سب كليبيس جروف. هلا نيجي للايش؟ الشقيقه لمين؟ الشقيقه للبكتوراليس ماينر، نفس الوظيفه ونفس التغذيه، خلينا نحكي الاسلوب تبع الحركه، اوكي؟ بالضبط، يعني ديبريشن وبروتراكشن. هلا انستريتس انتيرير اللي هي عباره عن هاي العضلات، هاي عباره عن العضلات اللي بنحكي عنها سيريتس انتيرير. هلا في الها ايش؟ الانسيرشن بوين بيكون؟ بالميديال بوردر تبع مين؟ الميديال بوردر تبع السابع السكابيلا، ميديال بوردر تبع السكابيلا. ولكن الاوريجن بيكون عباره عن 8 فليشي ماسلز، 8 فليشي ماسلز يعني ثلاث اجزاء عضلات هيك جيات على مين؟ على الفيرست 8 ربات، ماشي؟ فيرست 8 ربات. وكمان عندنا الانسيرشن حكيت لكم شو هو، النيرف تبعها من اسمها سيريتس انتيرير، فالنيرف تبعها سيريتس انتيرير، ماشي؟ هيك خلصناهم هدول، تمام. نيجي للمسلز اوف ذا باك، عضلات الظهر. هلا عضلات الظهر مقسمين لجزئين اساسيين اللي هو ديب وسوبرفيشال. السوبرفيشال كلنا بنعرفهم، اللي بيروح على النادي والجيم بيعرفهم، اللي هم ايش؟ الترابيزيوس او الترابس يوم نحكي لهم، واللاتيسيموس دورساي اللي بنحكي لها اللاتس. والديب عباره عن ليفيتر سكابولاي وريموبويدس ماينر وميجر، هذول كلهم نفس الوظيفه راح نحكي عنهم ونفس الاوريجن. هلا عندنا الترابيزيوس، الترابيزيوس في عندنا الاجزاء تبعتها ثلاث اجزاء، في عندنا جزء من السكال، ماشي، في عندنا من النك اللي هو السيرفايكل، في عندنا جزء من ايش؟ الثوراسيك فيرتبرا، تمام. هلا الانسكشن تبعها وين بيكون؟ كل الانسكشن تبعها بيكون بالكلافيكل، ترى كيف؟ بالكلافيكل. وين الكلافيكل؟ اللي هي هاي، هاي اللي هي عباره عن اللاترال بارت اوف هيد، ماشي، وبيكون بالسكابيولا. طبعا السكابيولا كبيره فعليا فبتستحمل تاخذ جزء من هاي. طيب عندنا التغذيه تبعتها طلع كيف؟ قسمين هيك، رقم 11، ماشي، فايش بتعطينا؟ اللي هو النيرف رقم 11 اللي هو حكينا وين؟ بالعضله اللي اسمها ستيرنوكليدوماستويد. هاي مش هاي الستيرنوكليدوماستويد اللي هي هون؟ ستيرنوكليدوماستويد اللي هي بتاخد من نفس النيرف اللي هو رقم 11 اللي هو سباينال اكسسوري نيرف. طبعا عندنا ثلاث اجزاء فيها، سوبيريور وميدل وانفيريور، كل واحد وموقعه ووظيفته. عندنا السوبيريور بيعمل اليفيشن للكتف، اليفيشن للسكابيولا للوح الكتف. الميدل شو بيعملنا؟ ريتراكشن، ريتراكشن يعني برجع الكتف لورا. واخر شيء اللي هو ايش؟ الانفيريور بنزل الكتف لتحت اللي هو ايش؟ السكابيولا. طيب نيجي لللاتيسيموس اللي هي اللاتس، هاي اللاتيسيموس دورساي. اللاتيسيموس دورساي عبارة عن عضلة كبيرة، ماشي، بتكون خلينا نحكي انسيرتد انتو ذا ايش؟ تو ذا بايسبتال اوف ذا هيومرس، ماشي،
تحت مين بتكون ال تحت ال ويتا من الثانية بس الأوريجن تبعها زي ما كنا نحكي من الهيب بون، الأوريجن من الهيب بون، ومن وين؟ من الثوراسيك فيرتبرا وآخر 4 ريبسات. ماشي، طلع كيف هي ماخذة جزء من وين؟ من الهيب بون، من الإليا كريست تحديدا. عندنا التغذية تبعتها وين؟ التغذية بالإيش؟ لاتيسيموس دورساي من اسمها. وعندنا هون الانسكشن تبعها، طلعوا كيف الانسكشن جاي بالبايسبتر جروف مع مين؟ مع اللي هي العضلة البكتوراليس ميجر. ماشي، بالبايسبتر جروف وظيفتها بتعمل ايش؟ ادكشن واكستنشن للشولدر. وظيفتها زي مين؟ وظيفتها زي البكتوراليس ميجر، وظيفتها زي البكتوراليس ميجر. تمام، ادكشن واكستنشن للشولدر. ولكن انه هذيك البكتوريال سميتر بتعمل ميديال روتيشن، هي ما بتعمل ميديال روتيشن، هي بتعمل اكستنشن الشولدر. هاي بفرجيكم حركاتها. وين راحت؟ ادكشن، طلع كيف؟ هي بتعمل ايش؟ ادكشن، رجعتها لورا. طيب هيك خلصنا هدول، نيجي للايش؟ الديب ليفيتور سكابيولاي روموبويدس ماينس وميجر، كلياتهم الاوريجن حكيت لكم نفس الاوريجن، سيرفايكال ثوراسيك فيرتبرا. سيرفايكال ثوراسيك فيرتبرا اصلا جيات، طلعوا كيف هي سيرفايكال وثوراسيك فيرتبرا، شو يعني؟ انه جيات من الرقبه والايش؟ السيرفا الثوراسيك الصدر والسيرفايكال الرقبه. عندنا الانسيرشن تبعها بالميديال بوردر اوف ذا سكابيولا مع مين؟ مع اللي هي السيريتس انتيريور. عندنا النيرف سبلاي، النيرف سبلاي من ايش؟ النيرف تو ذا ريموبويدس، اسمه نيرف تو ذا ريموبويدس او ريموبويدز اللي هي الجامعه تبعتهم. عندنا الاكشن تعمل ريتراكشن وروتيشن داون ذا سكابيولا. طيب كونهم ديب فبدنا نشيل الجزء هذا، هاي ريموبويدس ميجر وهي الايش ريموبويدس ايش الماينر، وهي عبارة عن الليفيتر سكابيلاي. طريقة بتتحرك، هاي ايش اسمها؟ شولدر اليفيشن، ترفع الكتف. ماشي، وروتيشن للسكابيلا، روتيشن داون للسكابيلا. anyways هلا نيجي للعضلات الشولدر، عضلات الكتف. طلعوا هاي عضلات الكتف. هلا اللي بتذكر هاي العظمة اللي هي اسمها شو؟ السكابيولا. السكابيولا حكينا في لها 3 انجلز و 3 بوردرز و 3 شو؟ بروسيسز و 3 فوسز، صح؟ 4 ثلاثات. طيب هلا ال3 ثلاثات هدول راح يركب فيهم 6 عضلات. ماشي، اول اشي 3 عضلات راح يركبوا على اسم ايش؟ الفصة اللي هم فيها. فحكينا هاي ايش اسمها؟ سوبرا سباينس فصة، فراح يكون عندنا سوبرا سباينيتس مسل، وانفرا سباينيتس مسل، وسب سكابيلاريس فصة. سب سكابيلاريس فصة، صح؟ فبنسميه سب سكابيلاريس مسل. ماشي، فهي خلصنا 3. في عنا عضلة الكتف اللي هي الدلتويد، ماشي كلكم تعرفوا الدلتويد. في عنا عضلة اسمها التيرس ميجر بتيجي من اللور بوردر، تمام ماشي، بالانسكشن تبعها بالايش؟ الليسر توبركل تبع مين؟ الليسر توبركل تبع الهيومرس. وان بيجي اخر اشي اللي هي هاي اللي هون التيرس ماينر. هيك خلصنا كل العضلات. طبعا ضايق افرجيكم بس هاي اللي هي العضلة الكبيرة الدلتويد اللي هي هاي الدلتويد، تمام. طبعا الانسكشن تبعها بالبايسبتر جروف اللي هي الدلتويد تبروسيتي، دلتويد تبروسيتي. هلا مغذيات من السي 5 و سي 6، ماشي، من اللي هو السيرفايكال، من الايش؟ من السباينال نيربس، تمام.
طبعا الاكشن اون ذا شولدر جوينت بيحركوا الشولدر جوينت، وخلينا نحكي انه التزموا بالكلام اللي هون لانه ما في داعي نزود فيهم وصعب عليكم هلا. طيب ثواني. اوكي نيجي نكمل عن عضلات الفرونت اوف ذا ارم اللي هي عضلات الذراع من فوق، اللي هم مين؟ عضلات زي البايسبس والبريكياي والبريكياليس والكوراكو ايش بريكياليس. هلا نيجي الكوراكو بريكياليس. كوراكو بريكياليس هي من اسمها ماخذه اوريجين من الكوراكويد بروسس وانسيرشن بشو؟ انسيرشن بالبايسبتال جروف، ماشي؟ سوري بالبايسبتال تبروسيتي دلتويد تبروسيتي، لكن مش مهم التفاصيل، المهم عندنا السايت بالنص الاعلى من ايش؟ من الذراع. والاكشن بتعمل فليكشن وادكشن للشولدر، هاي بتشتغل على ايش؟ على الشولدر، ماشي؟ وتذكر واحنا بنحكي بالجانب الامامي انتيري كومبارتمنت. نيجي للبايسبس. البايسبس الكل بنعرفها، عندها راسين ثورد ولونج، ماشي؟ و are inserted in the radial tuberosity، insertion تبعهم بال radial tuberosity، وعندنا ال action بيعملوا flexion بال elbow و supination بال forearm، تمام؟ supination بال forearm بيساعدوا في هالشغل يعني. عندنا ال ايش؟ ال brachialis. ال brachialis هي ال main flexor of the elbow، أهم عضلة بتعمل ايش؟ فليكشن بالالبو. السايد بايش؟ بالنص التحتاني من الارم، والانسيرشن تبعها بشو؟ بالالنر تبروسيتي اند ذا كورونويد بروسس. اللي بتذكر امبارح شو حكينا، طلعوا اول اشي هي ايش؟ البايسبس، صح؟ طلعوا كيف؟ بالراديال تبروسيتي، مش هاي الراديال تبروسيتي، هذا هو ايش الانسيرشن تبعها. عندنا تو هيدز، واحد بيروح للكوروكويد بروسس، للكوركويد بروسيس اللي هي هون، ماشي؟ بعمل انسكشن فيها، والجزء الثاني بروح يعمل مع البادي اوف ذا ايش؟ البادي اوف ذا سكابيلا، تمام؟ نعملها هايد. هاي هي عبارة عن البريكيالس. البريكيالس هي جاية من التبروسيتي اللي هي هون، وشابكة في الألنار تبروسيتي اللي هي هون، والكورونويد حكينا ايش؟ كورونويد فصة، كورونويد بروسس. هاي كوريكو البريكيالس كمان، طلع كيف؟ شابكة مع الكورونويد. هيك خلصناهم هدول. نيجي للبوستيريور كومبارتمنت اللي هي ايش؟ اللي هي الترايسبس. الترايسبس راكياي ثلاث رؤوس، لونجس وميديال واللي هي لاترال، واحد اللي هو لايز ديب داون تو ذا تو اللي هم ايش؟ الميديال، مغذية كونها بوستيريور من الراديال نيرف، وهي تعتبر المين اكستنسور اوف ذا البو. مين اكستنسور اوف ذا البو يعني اللي هي لاترال هيد، اعمل له هايد. عندنا هاي لكل العضلة. عنا فيد اللي هو ايش؟ في عنا ميدل بالنص جاي، واللاترال اللي هو هاد. طيب طبعا الانسكشن تبعها جاي في الريد، في ال ماشي، جاي في عظمة الراديال، ماشي. واخر اشي عنا هي تعتبر المين اكستنسور اوف ذا البو من الراديال نيرف، مغذية. عندنا المسلز اوف ذا فرونت اوف ذا ايش؟ ار الفور ار. هلا راح تحكوا لي هذا صعب ومعقد، ابصر شو. هلا احفظهم زي ما هو، ما حطيت لكم اياهم بالجدول، ان شاء الله اموركم بتلاقوها 100% فيهم. طيب هلا المسلز اوف ذا فرونت اوف ذا فور ار مكونات من ثلاث طبقات، سوبرفيشال وميدل وديب. هلا سوبرفيشال ممكن نستثني الميدل ونخلي اللي هي الميدل عبارة عن ديب للسوبرفيشال، ولكن بصدر لكم اياها بشكل ايش؟ اقدر. هلا عندنا السوبرفيشال، ماشي؟ بدنا نركز في هاي الشغلات على الاسامي. اوكي الاسامي راح تحل السؤال. هلا الاسامي راح تحل السؤال، ركز بالاسم تعرف شو الموقع خلينا نحكي الوظيفة. هلا عندنا البرونيتور تيرس، اول وحده البرونيتور تيرس. البرونيتور شو يعني؟ برونيشن، تعمل برونيشن.
تيرس خلينا نعملها ريليشن انه ايش على السطح، ماشي. هو ما لها دخل اسم تيرس، ولكن انه ايش خلينا نحكي انه ايش البرونيتر السطحية، ماشي. عندنا ايش فليكسورتين، ايش هم الفليكسورتين؟ طيب فليكسورتين شغلات على شو؟ على الكاربي. على الكاربي شو؟ الكاربي ريد الكاربال بونز، ماشي. رادياليس وعندنا النارس. راديال من ايش؟ رادياليس اللي هي من الراديال، ماشي. وعندنا ايش كاربي النارس من الالنا. عندنا كمان اللي هو البالمارس لونجس. بالمارس لونجس اللي هي ايش؟ العضلة الطويلة اللي بتروح للبان، تمام. طيب نيجي للوضع النيرف سبلاي، كلياتهم من الميديان نيرف مغذيات، ماشي، ما عدا مين؟ ما عدا الالنر، من الالنارس من اسمها رايح على ايش؟ على الالنر نيرف تبعها، ماشي. كل وظائفهم بيعملوا ايش؟ هلا شوفوا نتفق كمان شغله، الانتيريور كومبارتمنت بالايد بتعمل فليكشن، الانتيريور كومبارتمنت بالايد تعمل فليكشن، فكونها ايش بتعمل فليكشن شو راح تسوي؟ كلياتهم راح يعملوا فليكشن، وما عدا وحده من اسمها راح نعرفها اللي هي ايش البرونيتور تيرس بتعمل برونيشن. هذول بيعملوا ايش فليكشن لشو؟ طيب فليكشن للريست. طيب هلا نيجي للميدل لاير. الميدل لاير هي عباره عن عضله واحده اللي اسمها فليكسور ديجيتورم بروفاند سوبرفيشياليس، ماشي، سوبرفيشياليس. طيب هلا عندنا فليكسور يعني بتعمل فليكشن، ديجيتورم اللي هي الاصابع الاربعه اللي بدون الابهام، مغذيه من الميديان نيرف بتعمل ايش فليكشن للريست والفينجرز. طيب نيجي للديب لاير. الديب لاير فيه ايش فليكسورين وايش برونيتور. الفليكسورين للاصابع، واحدة حكينا عنها قبل شوي بتيجي ايش اسمها؟ ويونيبينيت اللي هي مين؟ فليكسور بوليسس لونجس، فليكسور بوليسس لونجس. وعندنا كمان مين؟ فليكسور ديجيتورم بروفاندس، ماشي. والايش؟ البرونيتور كوادريتس. كوادريتس ماشي، خلينا نحكي ايش؟ كبيرة هيك داخل الجوة، ماشي، نحكي هيك اساس تتذكروها. عندنا الايش؟ فليكسور ديجيتورم بروفاندس، الاسم الطويل هذا ايش يعني؟ داخل جوا. سكت. عندنا كل النيرف سبلاي تبعهم من الانتيريور ايش الانتر اوسيس نيرف اللي هو برانش لمين؟ برانش للميديان نيرف. الاكشن كلياتهم بيشتغلوا ايش فليكشن للريست، ما عدا كمان البرونيتور بتعمل برونيشن. فرجيكم اياهم على السريع، كان انتيريور كومبارتمنت، ماشي، هدول السوبرفيشال، هاي ايش البريكيو رادياليس، نشيلها بدنا العضلات اللي هون، هاي اكستنسور كاربي رادياليس، في هون عندنا اكستنسور البالمارس لونجس، كان البالمارس لونجس جاي لوين؟ للبال، وموزعة التندونز تبعتها. عندنا كمان هاي ايش؟ هاي فليكسر ديجيتورم سوبرفيشياليس، فليكسر ديجيتورم سوبرفيشياليس، عندنا فليكسر كاربي رادياليس، وفليكسور كاربي النارس اللي هي هاي، ماشي، الاكستنسور هاي، لا سوري، فليكسور كاربي النارس اللي هي هاي، وهي فليكسور كاربي فليكسور كاربي رادياليس، وهي اخر واحدة عندنا البالمارس لونجس، وعندنا اللي هي اخر واحدة اللي برونيتور اللي هاي برونيتور تيرس، برونيتور تيرس. طيب خلصناهم هدول. طيب نيجي للايش هاي فليكسور كاربي رادياليس، خلينا نشيلها، هاي عبارة عن ايش فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس، نشيلها بنشوف العضلات الديب، هاي اسمها فليكسور ديجيتورم بروفاندس، هاي البروفاندس. طيب هاي شو؟ فليكسور بوليسس لونجس، وهي عندنا شو؟ هاي فليكسور كاربي النارس، وهيك خلصنا. طيب نيجي للعضلة تبعت الفور ارم الباك اوف ات، ماشي، 12 بالعدد اربع مجموعات، في شغل جزء حبات منهم شغلات على الثمب، والجزء الثاني شغلات على الريديالس ماسلز، وجزء منهم شغلات على الاربع ماسلز، ثلاث عضلات ميسلينيس. ميسلينيس يعني مميزة، مش معروفة اصلا هي بالضبط لشو او تصنيفها لمين يروح. أول وحدة اللي هي مين عندنا؟ الأبدكتور بوليسس لونجس. طيب خلينا نشوف بسجل، أوكي. بكل بساطة هنا عندنا أبدكتور
وايش تنتين اكستنسور. طب دكتور يعني بتبعد صح؟ كونهم اول اشي نساعد في الموضوع الثمب بوليسس، بوليسس معناها ثمب، فكلياتهم راح يشتغلوا على الثمب. هلا عندنا ابدكتور بوليسس لونجس، هلا ما دام في عضله لونجس راح يكون في عضله ايش؟ بريفيس، بريفيس يعني صغيره. هلا ابدكتور بوليسس لونجس وعندنا اكستنسور، اكستنسور بوليسس لونجس بريفيس وايش؟ ولونجس، ماشي؟ بوليسس لونجس وبريفيس، اكستنسور بوليسس لونجس وبريفيس، ماشي؟ عندنا الايش؟ 3 رادياليس اللي هو ايش؟ بريكيو رادياليس، بريكيو رادياليس اللي هي هاي، لا نشلتها قبل شويه ويت. اوكي، هاي عباره عن البريكيو رادياليس وهي عباره عن عضله كبيره زي ما انتم شايفين، بريكيال تبكي مع البريكيال مع ايش؟ مع راديال بون، ماشي؟ اوكي، هلا عندنا الاكستنسور تنتين كمان، هلا البوستيريور كومبارتمنت حكينا كلياتها اكستنسورز، فشو راح تعمل؟ هاي راح تعمل اكستنشن لمين؟ لا عندنا اكستنسور كاربي رادياليس بريفيوس راس قصير، ماشي، والايش اللونجس، اللونجس عندنا البريفيوس بيكونوا جنب بعض كمان. طيب وعندنا كمان اللي هو ايش؟ اكستنسور ديجيتورم اللي هي ايش؟ راح تشتغل على مين؟ على الفور فينجرز، ماشي، اللي هي ايش؟ اكستنسور ديجيتورم، وحدة راح تشتغل على الايش؟ على الانسيدس اللي هو ايش؟ ويت ا مينت نلاقيها، هاي الاكستنسور ديجيتورم نعملها هايد، اللي هي هاي، هاي اسمها اكستنسور انسيدس، هاي اكستنسور انسيدس رايحة مباشرة لمين؟ لاصبع الاندكس اللي هو السبابة، بس تعمل له ايش؟ اكستنشن. في عندنا كمان ايش؟ اكستنسور ديجيتاي مينيماي، الديجيتاي مينيماي هذا رايح لمين؟ للاصبع الصغير، اوكي؟ هذا اسمه اكستنسور ديجيتاي مينيماي. هلا نيجي للميسيلينيس، ثلاث ميسيلينيسات اللي هو ايش؟ انكونيس، هي عبارة عن من أهم العضلات اللي بتعمل إيش؟ هاي من أهم العضلات اللي بتعمل لنا شو؟ خلينا نحكي الفليكشن، ماشي؟ الاكستنشن، سوري اكستنشن ب اللي هي عظم بي مفصل الكوع الإلبو، هاي اللي إيش؟ الأنكونيس. هون عضلة الإيش؟ الاكستنسور كاربي النارس. هلا بدنا إيش؟ هاي اكستنسور كاربي النارس، وعندنا آخر واحدة السوباينيتور اللي بتعمل سوباينيشن. وين السوباينيشن؟ تكون هون، هاي هي السوباينيتور تراكي. طيب هيك خلصنا كلهم، ضايلنا الايش تبعون البالم، تبعون البالم سهلات، الثمب كلياتهم فيهم بوليسس وهم تكميلات مين؟ تكميلات الاطوال. هلا مش حكينا عن الطوال احنا هناك فوق، هلا رح نحكي عن الاقصاء هو ايش؟ في عندنا كان ابدكتور بوليسس ايش؟ لونجس، وين موجودات؟ بالفور ارم بوستيريورلي باكوردز. هلا عندنا ايش؟ على الثمب في عندنا ابدكتور بوليسس بريفيس، فليكسور بوليسس لونجس وين كانت؟ على الانتيريور ديب كومبارتمنت اوف ذا فور ارم، صح؟ هلا هون عندنا العكس اللي هي ايش؟ فليكسور بوليسس بريفيس الصغيره. هلا الاوبوننس اللي هي ايش؟ عباره عن العضله تعملنا ايش؟ اوبوزيشن، ماشي، موجودة منها ايش؟ تنتين هون، لا وحدة لا الديجيتاي مينيماي، وحدة لا البوليسس. انا كمان تعمل ادكشن لا البوليسس، هاي عضلة خاصة بالايش؟ بالبوليسس. المسل اوف ذا ايش؟ ليتل فينجر، طبعا كلمة عن اللي ايش كثير بحكيها، اي نو، هسا المسل اوف ذا ليتل فينجر اول وحدة في عنا اللي هو نيجي ما كونها مسلز اوف ذا هاند، اول واحدة اللي هي فليكسور ديجيتاي مينيماي بيعمل فليكشن، ابدكتور لا الديجيتاي مينيماي والابوننس مينيماي، اوكي. هاي هي ابدكتور لا الديجيتاي مينيماي، هاي هي ادكتور ابدكتور للديجيتاي مينيماي، هاي الابوننس اوبوننس لإلها
وذاتس ات، هدول هيك 100 100. نيجي لللامبركل. اللامبركل ماسلز بكل بساطة بكل بساطة بكل بساطة بحطوا الايد بموضوع الايش الكتابة. واخر اشي الانتر اوساي ماسلز اللي عندنا، في عندنا 3 بالمر واربع ايش دورسال. الاكشن ابدكشن وادكشن الفينجرز. هيك خلصناهم كلياتهم. نيجي للبكتشر ما قبل الاخير. نيجي للكتشر رقم 12 واللي هو عبارة عن اللور لم. هلا اللور لم في عنا اللي هو الثاي، وعنا الليج، وعنا الفوت، صح؟ ال parts of the lower limb the thigh extends from the hip to the knee، فمن الهيب للني. بتعطينا 3 compartments. 3 compartments هدول في عندنا anterior اللي هي ال extensors، وعندنا ال medial اللي هم ايش؟ ال adductors، ماشي؟ adductors، وعندنا ال ايش؟ ال posterior اللي هم ايش؟ flexors. هلا الجلوتير ريجن اللي هي ايش؟ المنطقة المؤخرة، ماشي؟ that covers the sides and the back of the pelvis and the popliteal fossa lies on the back of the knee، ماشي؟ popliteal fossa اللي هي ايش؟ الجانب الخلفي من الني. طبعا بيجي شكل روموبويدل زي ال كيف فهمكم اياها؟ زي الالماسه او المعين يعني. نيجي للليج. الليج الاكستنشن تبعها من الايش؟ من الني للانكل. والفورمز دي 3 كومبارتمنتس اللي هم ايش؟ 3 كومبارتمنتس، 3 كومبارتمنتس اللي هم الانتيريور واللاترال وايش؟ البوستيريور. ويوم نيجي نحكي اللاترال نحكي ايش؟ بيرونيال. بيرونيال ليش؟ لانه طرف العضله الجاي على مين؟ العضله الجاي على الفيبيولا. الفوت extends from the heels to the toes divides the dorsum of the foot and the sole of the foot اللي هي ايش؟ البلانتر سيرفس. نيجي ل المسلز تبعت الثاي. هلا الانتيريور كومبارتمنت عباره عن فول اكستنسورز، صح؟ الاكستنسور جروب سارتوريوس، سارتوريوس وكوادريسبس فيمورس. هذول اهم شيء راح نحكي عنهم، سارتوريوس وكوادريسبس فيمورس. هلا تغذيه للانتيريور كومبارتمنت كلها يعتمد الفيمورال نيرف والبرانشز تبعتها. هلا اول شيء وحده السارتوريوس اطول وحده ستراب لايك وباراليل فايبرز، حكينا ليش. الاورجن تبعها من الاي اس اي اس اللي هو انتيريور سوبيريور اليك سباين. عندنا الانسكشن بالابر بارت اوف ذا تيبيا، ابر بارت اوف ذا تيبيا جاي وين؟ بالميديال بارت كمان بالتيبيا. الاس جي اس، اس جي اس زي ما حكى الدكتور، اس جي اس اللي هو عباره عن هاي سارتوريوس وهاي ايش؟ الجيميلس. وهاي عندنا عباره عن ايش؟ سيمتندينيس. اوكي طيب هلا عندنا الفيمورال نيرف ني فليكشن، ماشي؟ بتعملنا هيب فليكشن وابدكشن، ماشي؟ هيب فليكشن وابدكشن ولاترال روتيشن زي الايش؟ التايلرز بوزيشن اللي حكيت اول المحاضره اللي هي ايش؟ كروس ليج بوزيشن، ماشي؟ المسل الثاني اللي هي ايش؟ الكوادريسبس، الكوادريسبس فومرس اربع عروس. اول واحد اللي هو ايش؟ اريكتس فيمورس حكينا عنه، بيجي باي بالنيت، باي بالنيت. واللي هم ايش؟ الفاستس، ثلاثه فاستس اللي هو ايش؟ ثلاثه فاستس اللي هم اللاتراليس وميدياليس وانترميدياس. انترميدياس بتكون بالنص بين اللاتراليس وبين الميدياليس، وديب بتكون بينهم. عندنا الاورجن، الاورجن من هدول الريكتس فيمورس، من وين الاورجن تبعها بيكون يا ترى؟ بتاخذ اورجن من الهيب بون،
كونها كبيرة يعني، كونها كبيرة اللي هي هاي، هي تأخذ من الهيب بون طلاقير ايزوليت مباشرة، بتأخذها ايش من الهيب بون فصل التطبيق، فصل التطبيق لأنه صار له تسجيل فعليا ساعتين كاملات متواصل. المهم نيجي نكمل هون. الثلاثة الفاستاي هذول بياخذوا من الفيمر، والريكتس فيمورس هي عشانها أطول وحدة فيهم بتكون إيش؟ بتكون من الهيب بون. الانسرشن تبعهم بيكون بالتيبيال تبروسيتي، ماشي؟ ذي فور وين راحت؟ طبعا هيها الكبيرة طلع كيف الانسكشن تبعها ب اللي هي الهيب بون، اوكي، والجنبها هي اللاترالس، ماشي، الفاستس لاترالس جاية على طول مين؟ على طول الفيمر. طيب هلا الانسرشن بيكون بشو؟ forms the common tendon that encloses the patella and it is inserted in the tibial tuberosity. كيف يعني؟ هلا في تندون شابكين في مع بعض مع الباتيلا، شابك بوين؟ بالتيبيال تبروسيتي. هذا ايش؟ الانسكشن اللي تبع الريكتس فيموريس مع ثلاثة فاستاس باسم عضلة شو؟ اسم عضلة كوادريسبس فيموريس. طيب عندنا نيجي للنيرف سبلاي، فيمورال نيرف واكستنشن لاني، خلصناه. نيجي للميديا سيرفس اللي هم ايش؟ الثاي ادكتورز. الثايز الدكتورز اللي هم ايش؟ خمس عضلات، فاكتينيس وجراسيليس وايش اللي هم الدكتورز الادكتور لونجس وبريفيوس وماجنس، ماشي. هلا خلينا نحكي كلياتهم من الهيب بون، الانسكشن تبعهم الاوريجن تبعهم من الهيب بون، ما عدا مين اللي بدنا نحكي له الاستثناءات يعني التصنيف بالضبط، الادكتور ماجنوس فيها بارت من البيوبك بارت وواحدة من الاسكيل بارت. الانسيرشن كلياتهم ب بالفيمر ما عدا مين؟ ما عدا الجراسيليس. ايش الجراسيليس بايش؟ سوري قبل شوي حكيت جيميلس، انا بنسف. اللي هي ايش؟ اس جي اس اللي هي ايش؟ سيبتندينيس وسارتوريوس و اللي هي ايش؟ كراسيليس، الانسكشن تبعها بالتيبيا، ماشي. هاي حط لكم الملاحظه انا هون. هلا نيجي للاوبتيريتر نيرف. الاوبتيريتر نيرف كلياتهم بتغذوا من الاوبتيريتر نيرف اللي هو مين؟ بيجي باللاترال سايد بالميديال سايد، سوري، من الاوبتيريتر نيرف ما عدا مين؟ ما عدا البكتينيس. البكتينيس تتغذى من مين؟ من الفيمورال نيرف، والإزكيال بارت من الدكتور ماغنس بتغذى من السياتيك نيرف. هسا الإزكيام أصلا إيش؟ بوستيريور، صح؟ يوم نيجي نحكي بوستيريور يعني إيش؟ راح يتغذى من السياتيك نيرف، ماشي؟ فيوم يجي البوستيريور بارت ما يتغذى من السياتيك نيرف أصلا غلط، فمباشرة الدكتور ماغنس السياتيك بارت منه اللي هو ايش الاسكيل بارت منه بتغذى من السيادة نير، والبكتينيوس من الفيمورال لانه بتيجي ايش موست انتيريورلي، اوكي. وظيفتهم بيعملوا اصلا اسمهم الدكتورز لانه ميديال سايد، ميديال سايد الدكتور جروب بيعملوا ايش كلياتهم الدكتشن، ما عدا مين؟ الاسكيل بارت بيعمل ايش اكستنشن للهيب، اوكي. نيجي للجلوتيال ريجن. الجلوتيال ريجن ثلاث عضلات، ماشي، اسمهم جلوتاي ماسلز و 6 شورت لاترال روتيتورز، ماشي. هلا احنا بنحكي عن الجلوتيال ريجن يعني ايش؟ بوستيريور كومبارتمنت، ماشي. في جروبين عضلات اللي هو جلوتاي جلوتياي و 6 روتيتورز. طيب هلا الثري جلوتيال ماسلز، ماشي، الثري جلوتيال ماسلز عندنا 1 جلوتيوس ماكسيموس. الجلوتيوس ماكسيموس عندنا الجلوتيوس سيرفس تبعها، ماشي، بتاخذ الاوريجن تبعها من الجلوتيوس سيرفس تبع الاليوم اند ذا باك اوف ذا سيكوم لانه كبير،
الانسيرشن تبعها بالجلوتيال توبروسيتي، الجلوتيال توبروسيتي يعني هاي هي ال الكبيرة من الالياك فصة، ماشي، من الالياك سيرفيس اوف ذا الياك يعني، اوكي، تاخذ منها والباك اوف ذا سيكروم، هاي الباك اوف ذا سيكروم. طيب تتغذى من اي نيرف؟ تتغذى من اللي هو الانفيريور جلوتيال نيرف، inferior gluteal nerve، وهي عبارة عن main extensor of the hip. main extensor of the hip، شو الهب؟ اللي هو عظمة الحوض، صح؟ خليني أفرجيكم ال extension تبعها، يعني بترجع الرجل زي ما هي لورا بكل بساطة، تعمل ايش؟ extension لهي. طلع اوكي. هلا عندنا الجلوتيس ميديوس ومينيموس، عكسها بمين؟ عكسها بالنيرف سبلاي. السبلاي بيجي من ايش؟ سوبيريور جلوتيال نيرف. هدول بيعملوا ابدكشن للهب، ماشي. الجلوتيال سيرفس من الاليوم، بس هذا هو الاورجن، وال جليتر تروكانتر اوف ذا فيمر، الجليتر تروكانتر اوف ذا فيمر هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن الانسيرشن. طبعا نسيت احكي هنا بالجلوتيوس ماكسيموس الانسكشن بالجلوتيال توبروسيتي، حط لكم الملاحظه. عندنا السكس لاترال روتيتورز، احفظوا اسم ايش المختلفات عن بعض، والباقيات راح تلاقيهم ايش زبطات على بعض، ماشي. عندنا الايش البيرفورمس، اول وحده وهي اطول وحده فيهم، ماشي، تاخذ اوريجن من السيكرم، بتمتد لمين؟ بتمتد للجريتر تروكانتر اوف ذا فيمر. عندنا تاني ايش؟ تاني وحدة او تاني جروب خلينا نحكي اللي هو ايش؟ الجيمالس، ماشي، السوبيريور وانفيريور فيها، ماشي. عندنا الاوربيتيريتر بعديها، الاوربيتيريتر عبارة عن شو؟ اكسترنس وايش؟ انترنس. الانترنس حكينا عنها بتعمل ايش؟ الوول اوف ذا مين، وول اوف ذا بالضبط البلفس. وعندنا كوادريتس فيموس اخر اشي، حكينا عنها انه هي عضلة ايش صغيرة والالياف تبعتها بارلل، ماشي. طبعا الاوريجن من وين كله حكينا هلا، كلياتهم الهيبون ما عدا البيرفورمس من سيكروم، هو الانسيرشن اللي هو انتو ذا كريدر تروكانتر اوف ذا فيمر، بريكيال سيكرال بلوكسز، هاي التغذية تبعت النك تبعهم، واللاترال روتيشن اوف ذا هيب لانه اللاترال روتيتر اسمهم. هلا الايش المسلز اوف ذا ايش اوف ذا باك اوف ذا ثاي، مسلز تبعت الباك اوف ذا ثاي، انا ثلاث عضلات في الايش في الجزء الخلفي من الثاي اللي هم سيمتن دينيس اللي حكينا ايش اس جي اس، تحتيها بيجي مين او اخر تحت الجزء التحتاني منها بيكون ايش؟ سيمي ممبرينس وبايسبس فيمورس، كلهم ايش من الاسكيل توبروسيتي اكسبت ذا شورت هيد اوف ذا بايسبس، تاخذ من ايش؟ من ليني اصبع مباشره. ان الانسيرشن، الانسيرشن من الابر بارت تبع التيبيا ما عدا البايسبس ايش؟ فروم ذا ابر اند اوف ذا ايش فيبيلا. ان البايسبس ابر اند اوف ذا فيبيلا تعمل ايش؟ اكستنشن اوف ذا هيب، تعمل اكستنشن للهيب. اكستنشن للهيب شو يعني اكستنشن للهيب؟ يعني بترجع زي مين؟ زي جلوتيس ماكسيمس. هو كمان عندنا بتعمل ايش؟ فليكشن وروتيشن للني، فليكشن اوكي وايش روتيشن للني. هلا يوم نيجي نحكي روتيشن للني، الني ما بتتحرك روتيشنز ولكن بتتحرك يمين شمال بحركة خفيفة صغيرة، راح نحكي عنها هلا بالليكشر اللي بعديها اللي هي اخر ليكشر. هلا عندنا في الفرونت اوف ذا ليج، شو في عندنا؟ في تيبياليس انتيريور و extensor hallucis longus و digitorum longus. طيب هلا عندنا tibialis anterior اللي هي عضلة شو حكينا عنها؟ بتيجي كروشيت، ماشي، او خلينا نحكي سوري مش كروشيت، اللي هي ايش؟ ملفوفة على بعض بتيجي. طيب عندنا ال extensor
هالوسيس، هالوسيس اللي هو الاصبع اللي بها من البيج تو، ماشي، هذا طبعا بالفرونت اوف ذا ليج. اوكي، اكستنسور طبعا الانتيريور كومباكت حكينا كلياتها ايش، اكستنشن بالرجل عكس الايد. وعندنا الاكستنسور ديجيتالوم لونجس، هدول المسلز اوف ذا هاي، حكينا البونز اوف ذا فوت هاي الانسكشن تبعها، والاوريجن من التيبيا والفيبيولا، انتيريور تيبيالس نيرف او انتيريور تيبيال نيرف. عندنا من وظائفهم ان الاول ماسلز بيعملوا اكستنشن، بيعمل دوكسيفليكشن اوف ان انكل، بيعمل دوكسيفليكشن للانكل، والدوكسيفليكشن بهي الحاله يعتبر شو، يعتبر اكستنشن، لا يعتبر فليكشن، ماشي. وتيبيالس انتيريور از انفيرجن اوف ذا فوت، وقوم هذه القراءة على السريع مش محرزات. عندنا الايش اللاترال سايد اللي هو ايش، بيرونيوس لمغس وبيرونيوس ابريفيوس. طيب هون في كلمة مهمة بس اللي هي ايش، التبيالس انتيريور شو بتسوي، بتعمل انفيرجن، والتبيالس الانتيريور بتعمل انفيرجن، فبالتالي بيرونيوس لونجس راح تعمل ايفيرجن اوف ذا فوت. طبعا مغذية من ايش، من السوبر افيشيال بيرونيال نيرف، اسم الريجن اللي هي فيها. طيب نيجي لعضلات الجزء الخلفي منها، طبعا خلصنا الانتيريور وخلصنا اللاترال، نيجي للبوستيريور. في عندنا ايش، السوبر افيشيال جروب هو ايش، جاسترونيميوس والسوليوس والبلانتاريس والبوبليتيوس. ان هذول كلياتهم الاوريجن من الفيمر ما عدا مين، اللي هي ايش، السوليوس بتاخذ اوريجن من شو، من الفيبيولا. وعن الانفيرجن سوري الانسيرشن بيكون عن طريق ايش، كانسلس اكسبت دي بوبليتيوس. ليش؟ لانه بتكون انسيرتد مباشره في التيبيا. طبعا مغذيات بالتيبيا النير، اذا حاول عليك الدكتور يضحك عليك في السؤال ويحكي لك انه ايش السبلاي تبعت الايش، البوستيرير بارت اوف ذا ليج، راح تحكي اكيد التيبيال لانه ما له دخل اي نير ثاني. ان البلانتر فليكشن، البلانتر فليكشن شو يعني؟ البلانتر فليكشن يعني انه تنزل الرجل السول اوف ذا فوت، انه ايش تعمل فيها فليكشن، فتعتبر اي افليكشن اكسبت ذا بوبليتيوس which helps in the rotation of the knee. هي بس يمين شمال حاجه صغيره. الديب جروب زي ايش، زي الفليكسور هالوسس لونجس وفليكسور ديجيتورم لونجس. طبعا هون اللونجس ديب، ماشي، وتيبياس بوستيريور ديب. اما ايش الفوكس سوبرفيشال جروب بيكون ايش، ما فيش فيه هذا الكلام. هيك خلصنا العضلات هاي كامله، خدوا بريك خفيف عشان نكمل آخر ليكتشر. نيجي للجوينتس. ايش الجوينتس؟ اللي هم ايش؟ المكان اللي بيصير في ارتكيوليشن بين ايش؟ two bones and a car or ايش a cartilage. بس two or more bones meet a site of ايش bone and a cartilage، ماشي. هسه في تصنيفاتنا الثلاثة اللي هم ايش، fibrous والcartilaginous والsynovial. synovial أكثر انتشارا. الفايبرس هو عبارة عن ايش، هو عبارة عن البونز يوم ما تمسك ببعض بفايبرس تشي قوي قوي قوي، ماشي. هلأ موجود جدا قليل بالجسم في اماكن معينه فقط، وموجود عشان limited time of movement، ماشي. والبونز تشبك مع بعض عن طريق fibrous tissue. زي مين؟ في عنا اللي هو ايش، السوتشرز تبعت السكال، هي التحامات الجمجمه، والسندزموزز. زي مين؟ زي الانفيريور تيبيو فيبيلر جوينت والايش، جومفوزز. طيب هلا عندنا السكال، ماشي، اللي هي ساجيتال سوتشر مثلا، سوفايز وذ ايج، هذا بتصلب مع العمر بتحول لعظم. ام والطبيعه تبعته ارتكيولار سيرفيس كونكتد توجذر باي ايش، فايبرس تيشيو. والموفمنت الاوز سلايت موفمنت ديورنج ذا ديليفري، ديليفري اللي هي ايش، الولاده، ماشي. يوم الام تولد الطفل بتسمح ايش، اوفرلاب صغيره اللي هي ايش، يدخل على بعض يتحرك.
السندزموزز اللي هو زي ايش؟ الانفيريور تيبيو فيبيولار جوينت. واحفظوا الامثله كثير 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 منيح، لان الدكتور بحب الدقه فيهم، الدكاتره بشكل عام بحبوا الدقه فيهم. التيبيو فيبيولار جوينت وعندنا ما بصير له اوسيفيكيشن. هلا احنا ثقل الجسم كلياته على مثلا التيبيا والفيبيولا، صح؟ خلينا نحكي على ايش؟ على التيبيا بالذات. فيوم ما مثلا اذا اجى شويه ضغط على الفيبيولا وفي اصلا عظمه تحت، راح شو؟ راح تنكسر. فعشان هيك من حكمه الله سبحانه وتعالى انه خلالنا هذا السندوزموزز اساس انه فايبرس تيشو لا يتصلب مع العمر، ماشي؟ بقى بنسميه انتر اوسيوس ليجمنت، ماشي؟ الرباط بين الهي يعتبر هذا مفصل. عند القمفوزز هو عبارة عن شو؟ بكل بساطة القم. القم هي عبارة عن ايش؟ مش علكة، لا، هي عبارة عن اللثة. فالتيث اللي هي بيج والسوكت، ماشي؟ عندنا كمان اللي هو the joint between the root of the، لهذا لازم ايش؟ ما بتصلب، ماشي، ولكن بضله فيرم ثابت، ماشي، وما في موفمنت ابدا. لان لو صار في موفمنت شو راح يصير؟ راح يصير بكل بساطة باثولوجيكال كيس، السن بتخلخل، يعني مريض، يعني راح يوقع، تمام؟ يجي للكارتليجينس ايش جوينت. الكارتليجينس جوينت فيها نوعين، اللي هو برايمري والسكندري، واللي بتذكر حكينا عنهم في الايش في ليكتشر تاني ليكتشر بونز، اللي هو فيرست او البرايمري ايش كارتليجينس جوينت والسكندري كارتليجينس جوينت، اوكي؟ طيب البرايمري كارتليجينس جوينت هو نفس الفكرة، يعني اللي هو ايش؟ اول اشي ارتيكولار سيرفيس، اللي هو ايش اسمه؟ سينكو ايش؟ سينكوندروسيس. سينكوندروسيس هذا ايش؟ الارتيكولار سيرفيس اللي held together by hyaline cartilage. في hyaline cartilage، ماشي، ossifies with ايش؟ زي مين؟ زي temporary joints. او خلينا نحكي مين اذا بتتذكروا امبارح حكيت عن الفورامين لاسيروم. شو الفورامين لاسيروم؟ هي الفورامين الموجودة anteriorly to the edge to the occipital condyle، ماشي، وعندنا movement ما فيها movement immobile أبدا، ماشي، زي الإبيفيزيال بليت، زي الإبيفيزيال بليت تبعت ال اللي هي long bones. عندنا ال joints تبعت ال ribs والcostal cartilage. زي يعني هي نحكي ان هون ايش؟ هي ريب، اوكي، وان كوستال كارتلج راح تشبك هون. طيب هذا الحد ايش اسمه؟ بيكون برايمري كارتلجنس فايبرز، اساس انه ما يفك، ماشي. كمان نفس الاشي بالنسبه للاسترنم والفيرست ايش كوستال كارتلج. في بين الهاي راح يكون في فيرم، ماشي، اساس انه ما اي خلينا نحكي ما يصيرش موتايل. واللي هو ايش الامثله؟ زي الجوينتس، زي البيس اوف ذا سكال. زي مين؟ زي حكينا الفورم اللاسيوم. طيب عندنا السكندري كارتليجينس جوينت اللي هو ايش؟ السيمفيسس. السيمفيسس اول ما تسمع السيمفيسس وشو بتتذكر؟ بتتذكر ايش؟ المنتاي، بتتذكر سيمفيسس بيوبس. طيب هذول بيكونوا ايش؟ بنص الجسم، بنص الجسم مغطيات بهاي لاين اند فايبر كارتلج. زي مين؟ انتر فيرتبرال ديسكس، وعندنا اللي هو سم بارتس اوف ذا ايش استيرنو. يعني يوم النتيجة تطلع هون في ديسكات بين هاي وهاي اللي هم هدول، صح؟ مش هذا اسمه فايبرس ايش كارتلج، ماشي، فايبرس كارتلج ليجمنت، اوكي. بين هاي وهاي بين السيفود سيفود ال سيفويد والبادي بينهم بيكون في ايش اللي خلينا نحكي ايش؟ فايبر كارتلج. وهون نفس الاشي، وهون نفس الاشي، وكمان ايش بوستيريرلي اللي خلينا نشوف ال vertebral column بينات، وبيكون في طبعا ديسكس. مش هذول هم الديسكس؟ طيب نيجي للساي ال هذول خلصناهم، خلصنا الفايبرس وخلصنا الايش الكارتليجينس. الكارتليجينس خلصناه الغضروفية. طيب نيجي للساينوفيال. الساينوفيال هو اكثر اشي منتشر في الجسم، اللي هو most abundant ايش جوينت. most abundant joint. هلا مكون من شو؟ طبعا
فيري فيري موفابل، وعنده ايش اكثر من شكل، وعندنا هلا بدنا نيجي للاستراكشر. هلا في عندنا الاستراكشر الاساسيه زي ما انتم شايفين هون، في عندنا البونز، هاي بون وهي بون. هلا البون والبون هدول شو حواليهم؟ طبعا حكينا شفنا احنا مثلا بالهيستولوجي انه في عندنا هاي لاين كارتلج، ولازم يكون في هاي لاين كارتلج عشان ايش يحمي العظمه من التآكل. طيب حوالين العظمة شو في؟ في عنا اشي اسمه ايش؟ جوينت كابسول، الكبسول اللي حوالين الايش؟ الجوينت. بغطيها من جوا اللي هو الكفرز فروم ذا انسايد ممبرين، بنسميه الساينوفيال ممبرين. عشان جوا هذا ايش اسمه؟ الساينوفيال كافيتي كونتيننج ذا ساينوفيال فلويد، عشان يمنع الايش؟ الاحتكاكات. طيب هلا بنسمي الهاي لاين كارتليج هذا عباره عن ارتيكولار كارتليج، اصلا مبينه من اسمها يعني لانه بصير له ارتيكوليشن، واللي هو الجوينت هاز ا جوينت كافيتي، هذا الجوينت كافيتي بتعبى سائل، السائل اللي اسمه ايش؟ سينوفيال فلويد. هلا عندنا ذا كافيتي از لايند باي سينوفيال ميمبرين، هو اللي بيفرز ايش؟ هو اللي بيفرز السينوفيال فلويد. بدون ما ينفرز السائل هذا البون بتموت، بتكمس ايش نون ليفينج ماتيريال، بتموت الخلايا اللي جواتها لانه ما في ايش دم، لانه اي فاسكولر، ماشي بتكون اي فاسكولر. هلا عندنا نمبر اوف ليجامنتس ان اوردر تو انكريز ستابيليتي ان ذيس ليجامنتس، في بزيد العدد. في عندنا هلا ايش ثلاث انواع، في عندنا الكابسولر ليجامنتس. الكابسولر ليجامنتس هو عبارة عن، أتمنى إنه هون، أوكي الكابسولر ليجامنت اللي هو هذا، ماشي هذا الفايبروس لاير اوف ذا هاي كابسولر ني اوف ذا جوينت اوف ذا ني جوينت، ماشي هذا ايش الكابسول، ماشي هو بزيد في الثيكنس، لوكالايزد ثيكنسينج في الايش في الكابسول اوف ذا اوف ذا ني جوينت. طيب هلا خلصنا هاي، في عندنا الاكسترا والانترا كابسولر، يعني اكسترا خارج والانترا اللي هو ايش داخل. طيب هل هذا يعتبر اكسترا؟ ماشي هذا يعتبر اكسترا، هذا يعتبر اكسترا، خارج اللي هاي صار في عندنا ايش اربطه زياده. الانترا زي مين؟ زي الكروشيت فايبرز، ماشي هاي ايش الكروشيت ليجمنت اللي هو الرباط الصليبي، ماشي اوكي. هلا سم ساينوفيال في عندنا اتس انترا كابسولار ستراكشرز، ماشي في عندنا ثلاث كابسولارات ستراكشرز، ماشي راح نحكي عنهم. اول واحد اللي هو ايش فايبرو كارتليجينس ستراكشر. شو يعني فايبرو كارتليجينس ستراكشر؟ فايبرو من فايبرز، كارتليجينس ما بين الايش الغضاري، يعني زي مين؟ زي الارتيكولار ديسكس، ماشي السطوح الايش الارتيكوليشن. في عندنا كمان ايش ميشيني اوف ذا ايش هذا او الايش مينيسكس، ماشي مينيسكس او الميشيني اوف ذا ايش اوف ذا الني، هذا هو. عندنا كمان اللابرام اوف ذا شولدر اند ذا هيب جوينت، هلا بفرجيكم شو اللابرام، هذا هو اللابكم، نشيل هذا، هذا هو اللابرم. اللابرم هو عبارة عن زي اللسان، ماشي هو عبارة عن زي ايش زي اللسان، وين راح، ماشي اللابرم عبارة عن ايش؟ عبارة عن لسان، زي هو فعليا اسمه لسان، ترجمته يعني ايش اسمه لسان. فبياخد او بمتص مين اللي هو الهيد كامل تبع مين؟ تبع الفيمر، اساس انه يعمل له ارتكيليشن ويمسكه كويس عشان ما ينخلع. وعندنا ايش اخر شيء الارتيكولار ديسكس اللي هي الاقراص البينيه، زي مين؟ الاقراص البينيه زي الاذن التي ام جي، هذا اللي هون صغير. عندنا كمان ايش بالاماكن الرئه، اماكن الفيرتبرال كولوم اللي هي ايش بنسميها الانيوس بالفايبروسس وبالبوس وهي الشغلات. في عندنا سبيسيفيك لوكيشن اللي هو ايش التمبورو مانديبيلر جوينت،
مثلا التيمبورو مانديبولار جوينت حكينا هو، عندنا كمان الاتلانتو ايش سوري مش هي ايش ثاني ببالي كان. anyways الستيرنو كلافيكيلر، ايوه الستيرنو كلافيكيلر، الستيرنو كلافيكيلر عن طريق هاي هون بيكون في عندهم كارتلج معين ستيرنو كلافيكيلر. طيب نيجي للتايبس اوف ساينوفيال، واذا خلصناها بنكون ختمنا. هلا التايبس اوف ساينوفيال في عندنا ثلاث انواع للساينوفيال، يوني اكزيلر ماشي، يوني اكزيال وباي اكزيال ومالتي اكزيال. اليوني اكزيال موفمنت اراوند وان اكسس، يعني باتجاه محور واحد، اوكي. والباي اثنين والمالتي ثلاثة وفوق، ماشي. عندنا اول شيء اليوني، اليوني فيها ثلاث انواع نحفظها ونفهمها على الامتحانات لانه جدا مهم دقيقة. الهنج ماشي، شيء يعني زي المفصل، والبيفوت اللي هو ايش احتكاكي، يعني سوري بيكون عبارة عن دائرة وبلف وفي زي عصاية جواتها وبتلف في ايش بالاتجاه الدائري في محور واحد. والبايكون دايلر جوينتس، بايكون دايلر جوينتس زي ايش موديفايد هنج، زي مين زي ركبة. طيب الهنج جوينت هو عبارة عن موفمنت اراوند هوريزونتال اكسس، هوريزونتال اكسس يعني ايش؟ انت بالاناتوميكال بوزيشننج وحكيت لك ارفع ايدك، يوم ترفع سوري اثني كوعك شو راح تسوي؟ راح تثني الكوع بالاتجاه اللي انا طلبته، اللي هو الاناتوميكال اللي هو الهوريزنتال، صح؟ فبالتالي الايد راح تتحرك لفوق. طيب عندنا ايش الموفمنت، عندنا فليكشن واكستنشن فقط، حركتين اللي هو ايش حركه وعكسه، زي الالبو جوينت والانتر فالنجيال ايش جوينتس اللي هم تبعون عقد الاصابع، عقد الاصابع بس تحركوا ايش الفليكشن اكستنشن، والانكل جوينت، اوكي والانكل جوينت. عندنا هلا ايش البيفوت، زي مين روتيشن الحركه تبعته، زي ايش السوبر والانفيريور راديو النر جوينتس، راديو النر جوينتس اللي هي ايش الالنر والميديا الالنا والايش الراديوس الارتكيليشن مع بعض تبعتهم، والميديان اتلانتو اكزيال جوينت. ميديان اتلانتو اكزيال، اتلانتو من ايش من الاطلس اللي هي ايش فيرست سيرفايكال ريب، والاكزيال من السكند سيرفايكال ريب، يوم يعملوا ارتكيليشن مع بعض في زي ايش زي رود او عصايه او عمود خلينا نحكي تدخل من ايش من الاكزيال في الاطلنطو بتصير ايش تلف حوالينا. ذاتس ات. عندنا البايكون دايلر اللي هو ايش هلا يوم الواحد يجي بده يحرك ركبته، هي مش بس بتتحرك هوريزونتالي يعني اكستنشن فليكشن، هي بتتحرك ايش كمان سلايتلي يمين شمال، سلايتلي يمين شمال روتيشن. طيب عندنا نيجي للباي اكزيال، زي ايش زي الاليبسويد واللي هو ايش كوندايلويد جوينت، الشكل تبعه كوندايل ارتكيوليتس وذ ذا ايش الليبتيكال ديبريشن. الليبتيكال ديبريشن هو عبارة عن هذا هو، هنا في عندنا الليبتيكال ديبريشن ماشي، وهنا اللي هو بين الميتاكاربال بونز وبين ايش الفيرست فالنجز ماشي. طبعا بيعمل لنا اربع حركات، فليكشن اكستنشن ادكشن او ابدكشن، والاكزامبل هو الريست جوينت والميتاكاربو فالنجز ماشي. ميتاكاربو فالنجز يعني وين الكاربال بونز اللي هم هذول ماشي، وعندنا الميتاكاربال فهذول ايش اسمهم ميتاكاربال فالنجز، هي ايش الجوينت تبعتها زي ما فرجيتكم هون، وهي الريست جوينت. هاي بتعمل لنا ايش حركة الايش الالبسويد، الالبسويد كوندايل. هلا عندنا السادل، السادل هو عبارة عن زي السرج صح، اللي هو كونفكس وكونكيف سيرفيسز ارتكيوليت توجذر، يعني عندنا ايش السرج مش هيك بيكون ماشي، وانت هيك راح تقعد عليه للسرج، فبالتالي شو راح يسوي لنا اللي هو شابكين ببعض بقوة. هلا عندنا ايش الفليكشن والاكستنشن والادكشن والابدكشن وروتيشن او اوبوزيشن او سيركمدكشن يعني اسمها، وزي الكاربو ايش زي كاربو ميتاكاربال جوينت، كاربو ميتاكاربال جوينت. شو هو الكاربو اللي هو عبارة عن الابهام صح،
اللي هو ايش ميتاكاربال بونز. بس نيجي لايش مالتي اكزيال. المالتي اكزيال وهم اهم اشي في الحركة طبعا بيكون اكتر كمان نسبتهم اللي هم مين سوري مش نسبتهم اللي هو اهم اشي كحركة الجسم اللي هو البول اند سوكيت. ماشي، السوكيت هي عبارة عن ايش زي تذكر البيسبول الامريكية. ماشي، المش بيرمو كرة والكرة بتدخل جوا جلافز كبير، والجلافز هذا عبارة عن السوكيت والبول هي اصلا الكرة. فبيكون convex sphere articulates with concave depression all of the following movements. كل هدول الحركات الأمثل الأهم بالشولدر والهيب جوينتس هدول free movable. okay free movable. and the plain joints يوم يجي يسأل بالامتحان شو عندك كم نوع multi axial أو poly axial joints بتحكي له ball and socket والplain joint. طبعا ايش gliding ايش flat surface يعني ايش تمسح مسح. اوكي، least movable joints اقل حركة هدول و slides ايش movements in all directions بتحرك كل اتجاهات شوي شوي، بس ما في axial joint. ما في axial joint زي مين؟ زي الاكروميوكلافيكولار joint. هلا الاكروميون ماشي اند تبعت الكلافيكل اللي هو هاي، هذا هو عبارة عن ايش pivots. هذا عبارة عن ايه سوري بلان اللي هو ايش جوينت بلان جوينت. تمام. هلا ايش الفاكتورز افندنج ذا ايش ستابيليتي اوف ذا جوينت. خلينا نشوف بسجل. اوكي، الشيب اوف ذا ارتكيولر سيرفيس. شيب اوف ذا ارتكيولر سيرفيس شكل السطح اللي احنا بنحرك عليه الجوينت بأثر في الستابيليتي والسترينث القوة تبعت الليجمنت. يعني مثلا عندنا في فايبرز قوية وبتسمح لنا في الحركة، في فايبرز ايش أقوى وما بتسمح لنا بالحركة. طيب عندنا the stress and the tone of the surrounding muscle. ماشي، طبعا العضلات اللي جنب ال خلينا نحكي ال شو اسمها الجوينتس ماشي بتأثر في الحركة تبعت مين؟ تبعت الجوينت نفسه. هلا النيرف سبلاي تبعت النيرف تبعت النيرف سبلاي تبعت ايش؟ الجوينتس. تمام، the capsule and the ligaments are rich in sensory nerves are rich in sensory nerves غنيات في الايش؟ في الأعصاب الحسية. The blood vessel of the joint are supplied by the sympathetic nerve system. sympathetic nerve system اللي هو ايش طبعا من ال ANS اللي هو autonomic nervous system. في قانون اسمه قانون هيلتونز لو. هيلتونز لو هذا ماله؟ انه بحكي لنا انه النيرف اللي بيعمل supplying للجوينتس ماشي بيعمل supply للمسلز moving the joints. يعني مثلا انا عندي مفصل الكوع ماشي الكوع الالبو بحركه extensor ماشي وبغذي ال خلينا نحكي الكارتلج هذا او الجوينت هذا شو بغذيه اللي هو الراديال. فبالتالي ايش راح يكون تغذيه العضله اللي هي اللي بتعمل اكستنشن اللي هي الترايسبس ماشي من نفس ال النيرف. تمام، انا الليجمنتس ممكن ايش هلا كلنا بنعرف شو الليجمنتس اللي هي الاربطه ماشي تربط بين عظمه وعظمه. البراندز اللي هي bands of dense connective tissue. connective tissue سميك خميل ماشي. and cross joints strengthening the capsule of the joints. الفانكشن تبعتها اللي هي ايش connection bonds together وبتقوي المفاصل وبتعمل لنا increase بالستابيليتي. يوم يصير للواحد sprain. sprain اللي هي ايش ligament انمزع ماشي هم اللي بيطولوا كثير قبل ما يطيبوا. ليش؟ لانه avascular avascular ما فيهم دم ما فيهم دم فبيطولوا قبل ما يطيبوا و lead to ايش joint dislocation. dislocation يعني ايش اللي هو انخلاع. وبس هيك بنكون احنا خلصنا lecture اليوم. اتمنى انكم استفدتوا وان شاء الله عقبال العلامة الكاملة في الميد تيرم وبشرون شو بصير معكم.
ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.